أعزائي المشاهدين، مساء الخير، وبنحب نرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج مش لوحدك. حلقتنا النهاردة عن الهجرة، قوانين الهجرة، وإيه طبعا اللي حاصل في الولايات المتحدة بالنسبة للأسايلم كيسز. طبعا زي ما احنا عارفين إن في لاجئين سوريين كتير قوي بيخشوا الولايات المتحدة بالمئات. هنعرف النهاردة هل دخول الريفيوجيز للولايات المتحدة هل ده هيأثر على قضايا اللجوء بالنسبة طبعا للمصريين. هنعرف كل ده النهاردة. اسمحوا لي أرحب في الاستوديو بالمستشارة جيهان توماس. أهلا وسهلا أستاذة جيهان، برحب بيك مرة تانية برنامج مش لوحدك. أهلا بيكي ومرسي دايما على استضافتي ومنورة البرنامج بتاعك. تانكي حبيبتي، مرسي خالص، بنور بيكي. تانكي أستاذة جيهان، طبعا زي ما احنا شايفين all over the news، شايفين اللاجئين السوريين داخلين وبيدخلوهم يعني بالمئات. هل ده ليه تأثير سلبي على قضايا اللجوء التانية مثلا بتاعت المصريين أو القضايا اللجوء العامة يعني؟ لا، هو ملهاش تأثير سلبي، بس النهاردة أو بناء على النيوز اللي طلعت، الهاوس اوف ريبريزنتيف عملوا فوت إن هم يمنعوا جميع السيريان ريفيوجيز للولايات المتحدة. بس عايزة أشرح للمشاهد في فرق ما بين الريفيوجي وما بين الناس اللي طالبة الأسايلم. الفرق إيه؟ الريفيوجيز دي اللي هم بيبقوا السوريين اللي رايحين طالبين حماية أو طالبين لجوء من خارج الولايات المتحدة، بيبقى عن طريق دول مختلفة وبتتعمل البروسيس بتاعهم عن طريق اليونايتد نيشن، فبيتاخدوا على إنهم ريفيوجيز وبعدين يخشوا الولايات المتحدة. بناء على طبعا الاحداث اللي حصلت في باريس، خافوا ان ممكن يكون ناس من ايسس او من داعش من ضمن الناس الريفيوجيز دي، فالهاوس اوف ريبريزنتيف النهارده طلع بالقرار ان هو هيمنع او ارجن بلوك سيريان ريفيوجيز. بس مش معنى ان الهاوس اوف ريبريزنتيف عمل القرار ده ان السنه هيمشي عليه، او حتى لو الكونجرسمان مشى القرار ان البريزيدنت اوف ذا يونايتد ستيتس ويل اجري تو ات. لان از اي هيرد اون ذا نيوز، بريزيدنت اوباما هاز سيد هي ويل فيتو القرار ده، مينينج هي ويل نيفر ابروف ات. بس ليتس توك اباوت الناس اللي هي السوريين داخل الولايات المتحده اللي طالبه الحمايه. دي ناس طالبه اسايلم ومش ريفيوجي، فدي مش هتاثر خالص على اللاجئين السوريين اللي جايين على الحدود، حتى لو كانوا جايين على حدود الولايات المتحده طالبين الحمايه او داخلين عن طريق فيزا وطالبين الحمايه. الفرق الحدث اللي حصل طبعا في باريس والبروبلم اللي حصلت دي كلها هتاثر على حاجات تانية. التشيكس، الكريمنال باك جراوند تشيكس والاكستنسيف تشيكس على البيبل فروم ذا ميدل ايست ويل تيك لونجر تايمز. انا اي انتسيبيت ان اي سيريان حتى لو قال ان هو هنا كريستيان اند هيز هيم سيلف فلينج ايسس، الديبارتمنت اوف هوملاند سيكيورتي هتعمل عليه اكستنسيف كريمنال باك جراوند تشيك بيفور اني ابلكيشن ويل بي ابروفد. السؤال الاتي، هل ده هيأثر على المصريين؟ I don't think so. أنا عملت فون كول أول امبارح للأسايلم أوفيس، قلت إيه اللي بيحصل، هل فعلا في تأثير، لأن كان لسه في أقوال تقال هل السيريان ريفيوجيز هتقف ولا لا. فاتصلت فقالوا لي لا، لسه ما جالهمش أي خبر بأي نيوز، بلس إن الريفيوجيز مختلفين خالص عن الناس اللي هي طالبة الأسايلم. ف I don't think إنها هتأثر على أي حد. طب يعني هم كمان اللي بسبب تاخير الاسايلم كيسز ان مفيش عاملين كتير، في ناس كتيره داخله والعاملين قليلين فطبعا بيتاخروا. طب الريفيوجيز دول مش هم هيجيبوا له بقى ناس جديده تشتغل؟ لا، الريفيوجيز دي خلي بالك ناس داخله من خارج الولايات المتحده، دي بيتعمل لهم بروسيسنج عن طريق اليو ان. يعني حاجه مختلفه، دي مختلفه السيريان ريفيوجيز. عشان كده حبيت اشرح للمشاهدين، لان النهارده جالي كذا مكالمه من كلاين سوري، الحقيني الحقيني ده احنا خلصنا القضيه بتاعتي، طب جوزي هيخش ازاي؟ لا، دي اسايلم، دي حاجه ودي حاجه. دي ريفيوجيز اللي هم بيروحوا بيبقى لهم بروسيسنج معين عن طريق اليونايتد نيشنز، فدول اللي هيتعمل عليهم بلوكينج. اوكي، في حاجه تانية، الناس اللي بتيجي على الحدود وتطلب الحمايه اللي هي معهاش ولا فيزا ولا اي حاجه، دي ممكن هيتعلم عمل عليهم اكستنسيف كريمنال باك جراوند تشيكس اللي هم السوريين. اي سي. فدي هل ده will block other things؟ يس، لو شكوا فيكي او there is any question mark
طبعا هيبقى في اكستنسيف باك جراوند تشيك على الناس قبل ما هتاخد الفاينل ابروفل. طيب سؤال سريع تاني, ان الناس قالوا لي في كنترول روم ان الناس بدات تتكلم ومستنيه على الخطوط. طيب بالنسبه بقى لقضايا الاسايلم, ايه الناس دلوقتي برضو لسه مستنيين لسه يا جماعه لسه يا جماعه التاخير زي ما هو, ولسه ما فيش حاجه متحركه, ولسه ما فيش حاجه يعني ماشيه. والمحامين, او انا بكلم من الناس اللي هي في ولايه كاليفورنيا, كل المحامين, نقابه المحامين مجتمع للمره الثالثه مع الدايركتور اوف ذا اسايلم اوفيس يوم 9 ديسمبر. هوبفلي يدينا حاجه كويسه, بس هرجع واقول هيديني ازاي خبر كويس. كل مره عملنا اجتماع معاه ادانا بروميسز, ولا واحده من البروميسز بتاعته اتحققت. فلسه لحد دلوقتي ما بينادوش ناس. الناس هتقولك طب اوكي ستاند باي, انت عارفه ستاند باي حتى دي مش متحركه ليه؟ ما فيش حد بيلغي. مش عارفه عشان تاخدي ستاند باي لازم واحد يكون يلغي. فاي واحد بيجي له ابوينتمنت مش عايز يلغي. ليه؟ لانه مش هيجي له الابوينتمنت دي تاني. فستاند باي مش متحركه, او مش متحركه بالطريقه اللي كانت متحركه زمان. حاجه تانية عايزه اقولها للناس, في طريقه وانا ما بحبهاش, في مجموعه من زمايلي مش المصريين بس الامريكان اتخذوها, بيبلغوا لهيئه الهجره ان هم هيرفعوا قضيه على الدايركتور او على الاسلم, وبيسموها في طابق القانون حاجه اسمها ريت اوف مانديمس. يو كان, وعلى فكره بده ابوينتمنت, بس ات كان بي ا باكلاش. ليه باكلاش؟ انه طبعا بيبقى باين في الملف بتاع الاوفيسر ان هو طلب ان هو يعمل سوينج للدايركتور والاسايلم اوفيس, فممكن قوي يعمل. عارفه انت عارفه كلها متركزه على الاوفيسر, ممكن يحاول يوقعك هنا يوقعك هنا يوقعك هنا, فاهمه, ويطلعك كدابه, فاهمه, يحولك المحكمه. فبدل ما يقعد الفتره دي يروح كمان للقاضي وتاخر 3-4 سنين. So I don't recommend it, ومكتبي ما بيمشيش بالطريقة حكايه, but that's a recourse ان الناس ممكن تعمل حاجه اسمها ريت اوف مانديمس. طيب قبل ما ناخد المكالمات, انا جالي سؤال, واحد بيقول انه اخذ تيكت من الكاميرا, يعني ترافيك تيكت, وغير عنوانه, وبعدين فوجئ بعد كده ان اتحول للكولكشن, راح للكولكشن, وهو هيقدم على الجنسيه. هل ده هياثر على الجنسيه بتاعته لو شافوا في الريكوردز ان اي ثينك المبلغ كان حوالي 1000 دولار او حاجه زي كده؟ هل بتوع اداره الهجره والجنسيه لو شافوا على الريكوردز ان هو عليه فلوس للترافيك, وبيقول انا معيش فلوس ادفع كمان, لا هل ممكن تاثر عليه؟ لا, هي الناتشورايزيشن ما بتفرقش معاه كذا عندك كولكشن او يو او بيبل ماني, بس المشكله اتس ا بروبلم اونلي اف يو هاف ا وارنت اون يور اريست. فاي ثينك بمعنى ايه يعني ايه وارنت اون يور اريست؟ انت عارفه ما بتاخدي تيكت وما بتدفعيش الفلوس او وات ايفر, او بتاخدي تيكت, التيكت دي لما بتدفعيش فلوسها بيطلع عليكي وارنت فور يور اريست. بس there's a big difference between a camera ticket and a regular ticket. This is a camera ticket. دي تشمل قانون جنائي, انا ما بعملهاش, بس بما ان جوزي محامي جنائي, انا عارفة ان camera ticket is not to be accepted, where they challenge it, لان it's not correct. And كان من الاول لازم يعمل challenge للكاميرا تيكت دي, ويقول ان it's not correct, it's not accurate, and it was in his car, and disputed قبل ما يتكون عليه المبلغ الالف دولار. بس to answer your question, هل حكاية ان he owes money for the ticket would preclude ان هو يقدم على الجنسية؟ هقول لك لا, بس انا احب اسأل على حاجة معينة. I would recommend ان هو يعمل لو هو عايش في كاليفورنيا يعمل حاجة اسمها California Department of Justice Background Clearance عشان يتأكد ان ما فيش اي warrant on his arrest. لو ما فيش اي warrant on his arrest, يبقى there is no impediment for his natural. يعني ممكن دلوقتي لو سايق والبوليس وقفه وشاف ان هو ما دفعش ممكن يحبسوه؟ لا, انا ما بقولك الكاميرا تيكت it's not approved as a regular ticket, بس to be on the safe side 100% كمحامية بطلب منه ان هو يروح يعمل حاجة اسمها
كاليفورنيا كال دي او جي كاليفورنيا ديبارتمنت اوف جاستس باك جراوند كليرنس، دي بتوري اذا كان في اي وارنت اون يور اريست اور نوت، بتطلع في اسبوع الريزلتس بتاعتها. بس يتاكد ان مفيش اي حاجه، لو مفيش وارنت اون هيز اريست يروح يعمل الناتشوراليزيشن، والحكايه ان هو ما دفعش اتس نوت ا بروبلم. بلس اي وود ريكومند ان هو يروح لمحامي جنائي يطلب ان هو تو تشالنج من اساسه الكاميرا تيكت اللي اتس نوت كوركت اند اتس نوت اكيوريت. اوكي ثانك يو. طيب ناخد المكالمات. بنت الرب مساء الخير. الو مساء الخير يا بنت الرب. الو سمعنا يا بنت الرب؟ احنا سامعينك. الو ايوه مساء الخير. مساء النور. ممكن اكلم استاذه جيهان؟ اتفضلي يا سامعاكي. ايوه استاذه جيهان مساء الخير. مساء النور جيهان. انا كملت 5 سنين على الجرين كارد. يعني خدت الجرين كارد بقالي 5 سنين وشويه. وكملت المده المطلوبه، قعدت في امريكا قعدت 38 شهر. وباقي المده كانت متقطعه مسافره، يعني بس اقل من 6 شهور ابقى بره البلد. بس كنت بسافر يعني. انا دلوقتي قدمت خلاص على الجنسيه. هل اقدر انزل؟ انا عايزه اسافر في ظروف شهر وشويه بس بعد البصمه، ولا ما ينفعش؟ ممكن تنزلي بعد البصمه، مفيش اي مشكله، وتقعدي شهر وترجعي تاني، بس لازم تحضري الانترفيو لما يجي لك السنه دي. انا سافرت شهرين. مفيش مشكله طالما عملتي البصمه وعايزه تنزلي شهر وترجعي، بس بليز دو نوت مس الانترفيو ابوينتمنت بتاعك. حتى لو طلبت تاجيلها؟ وليه عايزه تاجلي؟ لان لو اجلتي هتاخدي مده، يعني ممكن يديكي سنه لحد ما اديكي انترفيو تاني. فلو عايزه تاخدي نصيحتي بليز ما تاجليش الانترفيو. معلش سوري، انا قاعده 38 شهر من ال5 سنين. اوكي. قاعده 38 شهر من ال5 سنين. من ال60 شهر. اوكي جارد. انا ما بحبش احسبها بالمنظر ال38 شهر، انا عارفه يعني انت بتبصي على نص المده. انا دايما اصل جيب ما اقدرش احسبها لك على التلفزيون. لا انا 3 سنين قعدتهم في امريكا. اوكي قعدتي كونتينوسلي 3 سنين؟ مش كونتينوس، متقطعين. كنت بتخرجي بره البلد قد ايه؟ اقل من 6 شهور وارجع. يعني التوتال بتاعك في السنه قد ايه كل سنه؟ كان يبقى تقريبا 6 شهور بره. بس يبقى 6 شهور بره بالتقاطع وست شهور جوه، صح؟ تقريبا. وكنت سايبه بيت، وكنت سايبه تليفون، وكنت سايبه ميه، كنت سايبه نور، وكنت سايبه كهرباء، كنت بتعملي تاكسس. كنت ساكنه عند بنتي في الاول، بس أوكي. دلوقتي بقى لي سنه في شقه. اوكي. طب كنت بتعملي الضرايب؟ يعني لا، ما هو في حاجات عشان ما يشوفش فيكي. لا ما بعملش ضرايب لان ما عنديش انكم. هل بنتك بتحطك ديبندنت عليها في التاكس ريتيرنز؟ يعني بتحط ضرايب هي؟ لا، بنتك كانت بتنيم يو از ا ديبندنت على التاكس ريتيرن بتاعتها على انك انت عايشه. كانت بتقول ان هي بتصرف عليا. طب خلاص، يبقى يو اف يو هاف اول ذا دوكيومنتس وما حصلش اي مشكله، يبقى ما يبقاش في اي مشكله. طيب شكرا يا بنت الرب. ومعانا استاذ ايمن من القاهره. استاذ ايمن. ايوه يا فندم صباح الخير. صباح النور يا فندم. من فضلك عندي استفسار بسيط لو سمحت. اتفضل يا فندم. هو حضرتك، انا مراتي واولادي في امريكا وعملوا اسايلم وخدوا الابروف في شهر 12 وبعد كده مشينا في الاجراءات، وانا عملت انترفيو في السفاره يوم 31/8 وقالوا لي انت هتروح امريكا، ولكن حتى الان جواز السفر ما جانيش. فهل ده طبيعي ولا في مشكله؟ ده طبيعي جدا، وعندي اكتر من حاله في مكتبي نفس الحكايه. الراجل عملوا المقابله واخدوا الباسبور بتاعه، هيخدموا ان هو يخش الولايات المتحده، واخدوا الورق ولسه ما ادالوش اي حاجه. فاكتر من حاله في مكتبي، والسفاره اليومين دول مأخره على الناس كتير. فبليز بي بيشن، لان المشكله مش منك انت، من السفاره. طيب شكرا يا فندم. ومعانا بنت الرب. مساء الخير يا بنت الرب. الو مساء الخير. أي مساء النور. كان عندي بس سؤال. أختي كانت أختي متجوزة من أمريكان سيتيزن وهو بيعمل لها الورق، فدلوقتي الناشونال فيزا سنتر بعتت وهو حاليا في مصر. فإحنا مش عارفين نكتب في الأبلكيشن إن هو أن إمبلويمنت حاليا، ولا نستنى لما يجي ونكتبه إمبلويمنت أحسن. لا، وهو ما بيشتغلش ولا بيشتغل؟ هو حاليا في مصر، فحاليا مش بيشتغل. طب ما يبقى هو بيشتغل، ما هو الامريكان سيتيزن ممكن يشتغل في اي حته في العالم، فما تقدريش تحطي ان هو ان امبلويد.
حتى لو employed in Egypt لازم يحط his employed in Egypt. طالما بيرجع يعني آخر السنة يدفع الضرائب للحكومة الأمريكانية as a US citizen. فهمتي؟ اه لا بس هو دلوقتي مش شغال في مصر، هو نزل في اجازه بس. طب هو نزل في اجازه يبقى مفيش مشكله، يبقى شغله موجود هنا. اه شغله موجود يعني نقدر نقدم الشيكات اللي هي قبل ما ينزل. اه طبعا يقدم كل الاوراق هي مش بس الشيكات، هما بيدوروا على التاكس ريتنز بتاعت السنه كلها، فانت شوفي فين التاكس ريتنز بتاعته وقدميها له. اه طب وبالنسبه دلوقتي ان احنا هندخل في 2015 هنحتاج ضرايب 2015؟ لا هتحتاجي بس 2014 الا لو دخلتي لسه الورق لسه ما خلصش وجا على السفاره وقت الانترفيو ودخل في 2016 الانترفيو ديت هيطلبوا منك دفن 2015، بس النهارده هيطلبوا بس منك 2014. اه لان الضامن برضو بيحضر 2014 يعني مش هيحتاج يحضر 2015 حتى لو دخلنا في شهر 12 ده. That's correct. بس خلي بالك من عقبال ما تقدمي الورق في الناشونال فيزا سنتر ويجي بعد فاينالي يتحدد لاختك الميعاد في السفاره هيكون اوريدي في 2016 صح؟ اه يعني بس نقدر نقدم ب 2014. اه at that time السفاره هتطلب منك 2015. اه طيب سؤال تاني معلش، بس انا كنت عامله اسايلم وكنت اقدم على جرين كارد انا وجوزي وبنتي. اها بنتي ما جالهاش الجرين كارد وكل شويه يقولوا لنا احنا عايزين مور ايفيدنس ويبعتوا لنا تقرير للدكتور ويرجعوه ونوديه تاني ويرجعوه، مش عارفين يبقى لازم الدكتور مش حاطط الريكورد مظبوط، يبقى الدكتور اللي انت استخدمتيه داز نوت نو كل الريكويرمنتس بتاعت اليو اس سي اي اس. يعني ترجع للدكتور تاني؟ اه احنا عندنا كتير ناس بتحب تستخدم ناس، بس انا اي لايك تو جو تو ديزيجنيتد يو اس سي اي سيفل سيرجن عشان بيبقوا عارفين بالظبط التيكنج والتشيكنج بوينت بتاع كل حاجه. طب هي تعرف منين؟ احنا اخترنا دكتور فعلا بيبقى تبع اداره الهجره بس ما اعرفش بقى. يبقى هو في حاجه في الريبورت مش ما عملكيش تك الرايت كليك عليها، او يمكن البنت في تي بي او في اي حاجه ناقصه من ناقصه حاجه من التطعيمات، فلازم تكون خالصه من كل حاجه قبل ما تجيكي الفاينل ابروفل على جرين كارد ليه. طيب شكرا. وبناخد مريم. مساء الخير يا مريم. الو مساء الخير. مساء النور. هب ممكن اكلم الدكتوره جيهان؟ اتفضلي يا سماكي. انا الحقيقه انا عندي سؤالين يا دكتوره جيهان. انا عندي حفيدي عامل اسايلم، لما جه عامل اسايلم كان طبعا فوق ال 20 سنه. بس هو كان عنده هوم سيكنس فنزل مرتين، هو بقى له دلوقتي 3 سنين عامل الاسايلم ونزل مرتين، مره في يناير اللي فات ومره في يوليا السنه دي. وهو لسه يعني لسه ما رجعش، هيرجع في ديسمبر. فهل هيبقى في مشكله في رجوعه؟ يعني هيضايقوه في المطار انه نزل مرتين وهو عامل اسايلم وكده؟ ده السؤال الاولاني. السؤال الثاني ان انا عامله مقدمه على الباسبور الامريكاني وردوا عليا قالوا لي تيجي يدوني ميعاد ان انا اعمل الفينجر برينت. فهل بياخد قد ايه وقت بين الفينجر برينت وبين الانترفيو؟ تقريبا 3-4 شهور. ياه 3-4 شهور. اه لو انت في ولايه كاليفورنيا، ما اعرفش ولايه ثانيه ممكن. اه انا في كاليفورنيا. 3-4 شهور. 3-4 شهور عقبال ما اعمل الانترفيو. عايزه اهم حاجه السؤال الاولاني ام فيري كيوريوس عليه. قدم اسايلم ودخل مرتين، وعايزه تقولي لي قدم اسايلم وطلع بره ورجع الولايات المتحده ثاني ودخلوه؟ دخلت. دخل اول مره ما حصلش حاجه. ودخل ازاي؟ يعني انا خايفه. قدم على حاجه اسمها ادفانس بارول؟ نعم. قدم على حاجه اسمها ادفانس بارول؟ لا. امال دخل ازاي اول مره؟ اول مره دخل عادي، بس يعني زي ما حطوا له حاجه على الباسبور ان يعني ما تكررهاش. لا اصل لما حضرتك بتقدمي على الاسايلم الفيزيتور فيزا بتاعتك بتتلغى، دي نمبر 1. أيوة عشان تخرجي بره البلد والاسايلم بيندنج لازم تعملي حاجه اسمها ادفانس بارول. فلو ما عملش ادفانس بارول وهو داخل من الحدود تاني او دخل على البورت اوف انتري مره تانية لازم يحبسوه ويتحط في الديتنشن. فام كيوريوس، يبقى انت مش واخده الفاكس مظبوط. لا يعني انا عارفه يعني هو نزل في يناير
وبعدين نزل في يوم جديد. انا دلوقتي افضل اكلم صاحب الشان، لان في حلقه حضرتك مش مظبوطه هنا. لا بس هشرح 100% متاكده اني مش عارفه الفاكس صح. اما بتيجي تطلبي اللجوء البي 1 بي 2 كانسلت، ليه؟ لانك انت طلبتي الحمايه، يبقى البي 1 وبي 2 الفيزا اللي انت واخداها على الباسبور كانسلز ايميديتلي. ف هتخرجي خارج الولايات المتحده بعد ما قدمي على اللجوء، لازم تقدمي على حاجه اسمها ادفانس بارول، ولازم يتوافق عليه الاول. عشان لما تيجي ترجعي على الحدود تاني او داخل على المطار، هتقدمي ايه اللي هتخشي بيه؟ ما انت لازم تقدمي باسبور امريكاني او جرين كارد او فيزا، والفيزا لاغيه. اوكي؟ فهيقدم ايه؟ فلازم الادفانس بارول، يا اما هيتحبس وبتحط في الديتنشن. طب هو يقدم عليها يعني من مصر دلوقتي؟ لا، you cannot leave without having the advance parole. يعني هو كفرض يقدم عليها قبل ما يمشي من هنا. That's correct. أنا عندي واحد client actually كان عندي، ومراته قدمت على اللجوء وقال لي أنا عايز أنزل مصر، دي مراتي اللي مقدمة. قلت له لا يا فن، طالما أنت part من القضية بتاعتك ما تقدرش تنزل. راح في الكنيسة قالوا لا 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 ده أنت تنزل، راح نزل. وهو رجع اتحبس في المطار وتحط في detention. بي 1 بي 2 gets canceled حتى لو انت مقدمه او كنت بارت اوف ان ابلكيشن حد ما. فهي موست بروبلي ما تعرف اذا كان قدم، يمكن قدم ادفانس بارول ودخل بيه وبعدين حاول يستخدمه تاني فور ذا سكند تايم يعني. طب هو لو دخل دلوقتي بس طبعا دي هتاثر على قضيته 100%. تاثر عليها ازاي؟ طبعا اقول لك انت خايف ترجع ترجع تطلب، انت بطلب الحمايه ما ترجعش. طب ورجعت مرتين، سو اتس فيري باد. فهمتي؟ طيب يعني هو، طب هو يعمل ايه دلوقتي؟ ايه اللي المفروض مثلا يعمله هو ده؟ I don't know. I mean if you ask me if he doesn't have the advance parole I wouldn't come back. يعني هو ممكن يرجعه؟ اقصى حاجه ممكن تحصل يرجعه، يا اما يحطوه في الديتنشن والديتنشن ده حمايه ثانيه، بس هيبقى قضيته ضعيفه جدا لانه كان طالب الحمايه وبعدين رجع بنفسه willingly. الا بقى لو مثلا قال ان في حد في مصر يضطر مثلا يروح في emergency، كان حد عيان في حاجه. Yeah, you can say that. And has to document it. لازم في طبعا مش اوراق او حاجه. هي قالت لي هوم سيكنس. يعني انت دلوقتي النهارده دي بتتسال في كل حلقه، لو حد عمل اسايلم you cannot leave the country من غير حاجه اسمها advance parole. طيب معانا الاستاذ رامي من القاهره. صباح الخير يا فندم. صباح النور يا فندم. صباح الخير. السؤال حضرتك ايه يا فندم؟ بعد اذن حضرتك فندم، انا كان عندي سؤالين للاستاذ شيهان. اتفضل. بعد اذن حضرتك، انا كنت اتصلت مره بالبرنامج، اخر مره كانت الاستاذه شيهان موجوده. وكنت سالتها عشان انا تم ترحيلي مره من امريكا، وكان القاضي اداني الكيس بتاعي اداني فالنتيري ديبارشر. هي الاستاذه جيهان شكرا ليها جدا، قالت لي ان انا لازم اسال من كورت، من الكورت بتاعت الهجره، بدخل للرقم ال 1-800-898-7180 صح، وبدخل الكيس نمبر بتاعي. وبعرف هي كان القاضي القاضي اداني فالنتيري ديبارشر ولا اوردر ريموفال. وانا فعلا طلعت فالنتيري ديبارشر. اوكي. وبعديها حضرتك، انا لما انا كنت بسال سؤالي ان انا كنت في واحده امريكانيه هتجوزها وكانت ناويه انها تجيب لي هنا في مصر ونتجوز ونسافر سوا، فحضرتك قلت لي لو كنت اوردر ريموفل فمش هتقدر تيجي قبل 10 سنين، انا اوريدي فات منهم اكتر من 9 سنين وشويه بس ما قفلوش لسه ال 10 سنين. فدلوقتي حضرتك انا لو جات لي دلوقتي اتجوزنا فيها مشكله؟ بس لا. انا خلاص عرفت ان انا فالنتيري ديبارشر. لا مش هتبقى في مشكله لو 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 كان في فعلا الفولنتري ديبارتشر. اوكي. وبعدين طب ممكن حضرتك تقولي لي ايه نوع الفيزا اللي انا بقدم عليها؟ السؤال الثاني بس معلش، ايه نوع الفيزا اللي انا ممكن اقدم عليها في الجواز، وايه الاجراءات او ايه النماذج اللي بتتملي؟ ممكن تساعديني حضرتك في انك تقوليها لي بعد اذنك؟ طب بس هرد عليك سؤال ثاني، بس هنصحك على حاجه ثانيه. انا قلت لك مش هيبقى عندك مشكله عشان عندك اخدت حاجه اسمها فولنتري ديبارتشر مع القاضي صح؟ تمام. let's say at the worst scenario جت السفاره عملت لك مشكله. اوكي. هتكون انت عديت ال 10 عقبال ما المدام تعمل لك الورق ويخلص الورق ويوصل السفاره، هتكون ديفينتلي عديت ال 10 سنين صح؟ يس. انا حضرتك الصوت مش واضح، انا اسف جدا. بقول لحضرتك assuming السفارة جت عملت لك مشكلة على أساس إنك برضو حتى عندك voluntary departure، you still ممكن
ممكن ما يبقاش عندك مشكله لو قدمت على حاجه اسمها ري ابلاي فور ادميشن اكشن. بعمل قضيه دلوقتي كده طالما هيكون عدى عليك كمان العشر سنين باي ذا تايم الاوراق من المدام ليك يخلص. بس انا برد على حته السؤال الاولاني اذا كانت فولنتري ديبارتشر او اوردر اوف ريموفال. ات ور سيناريو حتى لو السفاره عملت لك مشكله من قدم حضرتك تقدم على حاجه اسمها باردون او 212 ري ابلاي فور ادميشن وان مور تايم وممكن تخش مفيش اي مشكله. بالنسبه لسؤالك الثاني ايه المدام محتاجه تعمل ايه عشان تقدم لك الاوراق؟ بتعمل حاجه اسمها ايميجرانت فيزا بيتيشن، بتعمل لك بيتيشن كزوجه، بتقدم طبعا اوراق اثبات ان هي امريكانيه وان كنتوا اتجوزتوا وان الجوازه بونا فايد، وبتقدم الاوراق للديبارتمنت اوف هوملاند سيكيورتي، بتاخد 6 شهور لسبع شهور لحد ما يجي لك الموافقه، بتتحول بعد كده على الناشونال فيزا سنتر، وقتها بتقدم كل الافيديفر اوف سبورت وان هي معاها التاكسس ومعاها الانكم ان هي تصرف يعني تو سبورت يو، وبعد كده بتتحول على السفاره. لو السفاره جت قالت لك ده انت كان عندك فولنتري ديبارتشر او اوردر من المحكمه هيكون اوريدي عدى ال 10 سنين وممكن حضرتك تعمل حاجه اسمها ري ابلاي فور ادميشن اندر 212. اوكي تمام يا فندم، جود لك ليك. شكرا يا استاذ رامي. ومعاه الاستاذ كريم. مساء الخير يا فندم. الو مساء الخير. مساء النور. معلش كان عندي سؤال بس للدكتور جيهان. اتفضل يا فندم. دكتور جيهان، انا دلوقتي بابا وماما واخواتي كانوا جم اسايلم في 2013 وthey were granted asylum وكل حاجة تمام. وفي شهر 5 اللي فات كلهم عملوا application I-485 بتاعت الجرين كارد. وجال ثلاثة من بابا وماما وواحد من اخواتي جالهم الجرين كارد والورق كله تمام. بس رامي اخويا الورق ما جالوش اي حاجة خالص، وكل ما بنعمل check online بيقول ان هو fingerprinting has been received بس ما فيش اي process حصل بعد كده. وكل ما نكلمهم يقولوا احنا اتكلمنا الشهر اللي بعده الشهر اللي بعده الشهر اللي بعده ومفيش اي update. بقى لها قد ايه pending؟ بقى لها قد ايه pending؟ بقى لها from May 24th. May يعني عدينا 6 شهور؟ بقى لنا 6 شهور يس. يا دوبك 6 شهور. بس كلهم جالهم 6 يعني يا دوب. بص هقول لك حاجه، البروسيسنج تايم از 6 مانث. انا عمري ما بعمل انكوري مع اليو اس سي اس قبل ما يعدي 6 شهور. حاجه ثانيه، في انت ساعات بكلهم العيله كلها بتقدم الابلكيشن، بس مش شرط ان كل وان اوفيسر بيعمل كل العيله، فممكن قوي يكون ابلكيشن رامي راحت لواحد وابلكيشن ماما بابا راحت لحته تاني، واحد بيخلص شغله بسرعه، واحد واحده قاعده بتشرب كافي على المكتب وسايبه الملفات. فبليز بس النورمال بروسيسنج تايم 6 مانث. بعد ما يعدي 6 مانث ممكن تضايقه. طب الخطوه اللي اعملها لو عدى 6 مانس وما جالوش اي حاجه؟ لازم تكلم ال 800، لازم تكلموا ال 800 نمبر ويعملوا حاجه اسمها يو اس سي اي اس اوفيشال انكوري. اوفيشال انكوري يس تمام. وهل بتبقى في الكيسز ديت ان بيبقى في ورق ضاع مثلا او لا؟ ما بيبقاش حاجه، ما بيبقاش حاجه ضاعت، بس موست بروبلي بتبقى اوفيسر كسلانه شويه. انا دايما بيأخر لي ورق بقول جالي اوفيسر كسلان. بيقولوا لي دلوقتي ان هم عملوا اوفيشال انكوايري من اسبوعين وجالنا جواب جينيريك منهم ان هو البروسيس وبياخد وقت وهو اكستندد بس ما فيش اي ابديتس. هل بيبقى في خطوره في الكيسز ديت ولا لا؟ بس مش هتقدر تعمل انكوري تاني غير بعد 30 يوم. 30 يوم كمان عشان اقدر اعمل اي انكوري تاني؟ يس، ما بين وان انكوري تو ذا اذر از 30 دايز. سو يو اكزاستد يورز. انا نورمالي ما كلاين بيقول لي لا كذا اقول له لا، لما كمل ال 6 مانس اي ويل دو ذا انكوري. طب النكست ستيب اوف اكشن لو ما جاش في خلال ليتس سي 6 شهور كمان، في ايه بعمله من ناحيه؟ يو جست كان هاف تو ويت. لو عدى اوتسايد نورمال بروسيسنج تايمز يو كان هاف ا كونجريشنال انترفين. كونجرس في المنطقه اللي ماما وبابا واخوك عايشين فيها ممكن يعمل كونجريشنال انترفنشن مع الاميجريشن سكشن بتاعه. طيب شكرا يا فندم. ومعانا ابن الرب. مساء الخير يا فندم. مساء الخير. مساء النور. مع حضرتك ابن الرب. الخير للاستاذه جيهان. هو في بس سؤال عايز اساله للاستاذه جيهان. أنا ومراتي قدمنا على الأسايلم، الكلام ده من سنتين ونص، وجات الموافقة لمراتي من شهر، وأنا جالي رفض
قالوا انها لاسباب خاصه بعملي في مصر. فالسؤال اللي انا عايز اساله دلوقتي، هل لما مراتي جالها وحوليني قضيه، هل لما مراتي جالها الجرين كارد تقدر تقدم لي عليه او الجنسيه؟ وهل انا ممكن اجدد الورك بيرميشن اللي معايا حاليا؟ وشكرا. اوكي، A very interesting case. انا ما اعرفش مين المحامي بتاعك وبتكلمني من اي ولايه، بس a very interesting case. انت مش معنى انك انت تحولت على المحكمه انك انت ممكن ما تاخدش اسايلم، لان this gets reviewed by an immigration judge وby a government attorney. So I don't know what's the basis of your nature of the employment بتاعتك في مصر اللي خلت الاسايلم اوفيس يدي الموافقه. مين اللي كان المين ابليكان؟ المدام كانت المين ابليكان؟ يا ابن الرب اللي سمعنا، اكشلي يا ريت تكلمني تاني، لان انت من الحالات النادره اللي بتحصل. فبليز لو قدرت تكلمنا تاني يا ابن الرب ده اقول بي جريت. بس عشان اشرح الموقف، هو موست بروبابلي المدام قدمت وهو كان ضمن الملف، ادوا للمدام اللجوء وهو اترفض ياخد اللجوء، لانك لو كنت بتشتغلي في اي نوع شغل، ممكن يبقى في البوليس، ممكن يبقى في الجيش المصري، يمكن في اي حاجه، وممكن يكون ساهم شارك ساعد في ايذاء شخص اخر، فبالتالي ليس له حق الحمايه بالتبعيه. It's very tough. فحولوها for the immigration court to determine whether he was subject to the asylum bar. يعني حاجة من الحاجات اللي قلتيها الجيش، لو حد دخل الجيش في مصر، لا مش حد دخل الجيش، لو واحد قائد في جيش فاهمة كده، او يعني بوليس شرطة او كذا او كذا او كذا، ما انا معرفش ايه النيتشر بتاع الشغل بتاعه. بس انا اي نو انك مش من حقك الحماية لو كنت بتشتغلي حاجة وعن طريق شغلك ساهمتي شاركتي ساعدتي، او يشك ان كنت ساعدتي في ايذاء شخص اخر. فبالتالي ادوا الموافقه للزوجه وحولوها للمحكمه. بس مش معنى كده انه ترفض يعني. يا رب ان شاء الله تحاربها. You have to have a good lawyer because this is one of the asylum bars and it has to be adjudicated very carefully. حاجه ثانيه، هو سالني سؤال هل ممكن اجدد الورك بيرميت في خلال المحكمه؟ يس يو كان، مش هيبقى عندك اي مشكله. السؤال الثالث قال لي لو جرين كارد holder مراته بقت او سيتيزن ممكن يديها له؟ مش قادره. I don't know what he was charged with. If he was charged with persecution of others you could be an issue because he could not be inadmissible as a permanent resident. حتى لو مراته is a permanent resident and a citizen. Oh, wow. لان مش من حقك الحمايه او to be admissible لو ساعدتي في ايذاء او تعذيب شخص اخر. I see. معانا مريم. مساء الخير يا مريم. بنت الرب، مساء الخير يا بنت الرب. بنت الرب معانا؟ بنت الرب؟ طيب ناخد مريم. ايوه مساء الخير. مساء الخير يا مريم. معلش انا كنت بكلم دكتوره جيهان، ممكن هسألها سؤال تاني؟ اتفضلي حبيبتي. ايوه انا هسأل حضرتك سؤال تاني يا دكتوره. اتفضلي. يا ريت توطي التلفزيون يا مريم. أيوة. لو سمحتي. وطيته من فضلك. بقول لحضرتك انا في ولايه نيوجيرسي، ولو عملت البصمه بعد قد ايه يبعتوا لي المقابله؟ لا ما اعرفش انا، يعني انا بقول لك في كاليفورنيا 3 4 شهور. اي دونت نو نيوجيرسي بتاخد قد ايه. طب تقريبا يعني برضو تبقى نفس الحكايه؟ ممكن تيجي بدري، ممكن يعني مش عايزه اقول لك كلمه وتقولي لي انت قلتي كما انا عارف. انا بقول لك بناء على ولايه كاليفورنيا 3 4 شهور. طيب شكرا يا مريم. معانا الاستاذ مسعود. مساء الخير يا فندم. مساء الخير. مساء النور. مساء الخير. سامعني يا فندم؟ سامعك يا فندم كويس. مساء الخير. عندي سؤال، والله عندي استفسار مع اتفضل يا فندم. مستشار جيهان. عندي اخو المدام عايش في ايطاليا. سامعني يا فندم؟ سامعك يا فندم. هو معاه، هو ريزدنت في ايطاليا وصاحب بيزنس، مشارك في بيزنس. من الاخر يعني اكتر من مره يقدم وياخد الفيوز يترفض.
فانا بلغني يعني من كتر برضو من رشاهد القنوات اللوغس و انه ممكن يجي عن طريق ان هو يشتري بيزنس, نشتري بيزنس هنا في امريكا. عاوز لو اقدر افهم شويه تفاصيل على الموضوع ده. بنعمل له حاجه اسمها انفستمنت فيزا, اسمها اي 2 فيزا. ممكن لو استثمر حاجه في حدود 100 150 الف اشترى بيزنس بيها, ورق ان الفلوس طالعه باسمه من ايطاليا وداخله على حساب باسمه في الولايات المتحده, والحساب اللي بتاع الولايات المتحده التعاقد يشتري البيزنس مش حد تاني يساعده. ليتس سي حب يشتري ريستوران, بس معاك اشترى ريستوران, لازم يكون شركه, لان طبعا مش هيكون داخل البلد, لازم يكون شركه والشركه دي هي اللي هتشتري الريستوران. بس خلي بالك الاوراق دي كلها لازم توصل للسفاره الامريكيه برضو في ايطاليا, صح؟ بس هو دلوقتي هو يعني ممكن الموضوع ده لازم يعمله من ايطاليا ولا من مصر؟ لا, ما ممكن على حسب, هو معاه الجنسيه المصريه والجنسيه الايطاليه ولا معاه الجنسيه المصريه والاقامه الايطاليه؟ هو الجنسيه مصري ومش معهوش الجنسيه الايطاليه, هو ريزيدنت معاه الاقامه المستمره ايطاليا. اوكي, هو ممكن ياخدها من ايطاليا وممكن ياخدها من مصر لانه رازم في ايطاليا, ممكن يقدم للاثنين. بس يعني لازم الفلوس دي تخش رسمي, ما ينفعش نطبعها من هنا, لازم تخش رسمي. لا, دي لازم توري انك حساب في مصر باسمه او حساب في ايطاليا باسمه, وبعدين لازم يوري ان الفلوس دي اتحولت لحساب باسمه داخل الولايات المتحدة, وبعدين ياخد الفلوس اللي هي بحساب باسمه داخل الولايات او عن طريق الشركة بتاعته اللي داخلة فيها الحساب, يوري الشركة بتاعته اشترت او اجرت الريستوران ودفعت المية, فاهمة؟ ولازم يشغل البيزنس مش كده؟ لا, ما هو لسه كده بعدين يجي يشغل البيزنس, بس لازم تقول انه عمل كل اجراءات شراء البيزنس from A to Z, وعمل اللايسنسنج والامبلويز يعني او لا قصدي يعني لما يجي هنا لازم فعلا في اكشوال بيزنس ويرانت والحكومه, لان بياخد الاي 2 والاي 2 دي لمده سنتين, لو البيزنس وقف الفيزا انتهت. يعني طول ما البيزنس شغال الفيزا بتتجدد عن طريق الاي 2 فيزا. طيب شكرا يا فندم. معانا بنت الرب, مساء الخير بنت الرب. معانا منى. منى منى معانا. ايوه مساء الخير يا منى. مساء النور. اكلم الاستاذ جهان. اتفضلي حبيبتي, سؤالك ايه؟ انا ابني جه عمل اسايلم هنا واخد الجرين كارد, وانا مساء النور. سامعيني حبيبتي, سؤالك ايه؟ اتفضلي كملي سؤالك من فضلك. انا جيت ابني جه هنا امريكا واخد الجرين كارد, وانا جيت عملت اسايلم ولسه بقالي سنتين ما جاليش الانترفيو. هو هيقدم على الجنسيه 2017, هل انا ممكن اخد منه الجرين كارد؟ ديفينتلي ممكن تاخدي منه جرين كارد, حتى لو طيب الاسايلم بتاعتك بندنج, بس هو في على 2017 يكون الاسايلم بتاعتك خلصت, هتبقى مصيبه لو الحكايه قعدت اربع سنين, فاهمه ازاي؟ بس ليتس سي القضيه بتاعتك ليتس سي ما جالهاش بروسيسنج, which I hope not, لان هيكون اربع سنين, او جاد فوربيت لو حصل حاجه وحشه في القضيه وتحولتي محكمه, ممكن بعد كده ابنك يضمك از جرين كارد هولدر اول ما ياخد الجنسيه. طب المده قد ايه يا استاذه جهان؟ depending, لو انت بره المحكمه بتمشي اسرع من ما انت جوه المحكمه, لو انت ما دخلتيش الاسايلم اوفيس خالص او لسه الابلكيشن بتاعتك pending هتخلصيها في 6 شهور. Let's say يعني لو خدتها عن طريق ابني يبقى 6 شهور من ساعه تقديمه, بعد ما يبقى سيتيزن. بعد ما يبقى سيتيزن اخدها انا بعد 6 شهور؟ لازم يقدموا من التقديم بعديها ب 6 شهور. ينفع انزل عادي بقى لو خدتها عن طريق ابني, ينفع انزل عادي؟ مفيش اي مشكله. طيب شكرا يا فندم. معانا سميره, مساء الخير سميره. ايوه سميره. ايوه يا سميره. سميره مش سامعينك خالص حبيبتي, لو تعلي صوتك من فضلك. ايوه سميره, سؤال حضرتك ايه؟ مش سامعينك كويس حبيبتي. أنا هنا في أمريكا في نيويورك, وحضرت الجنسية بقالي خمس سنين. أنا مش سامعة. وقدمت لابني على الإيجار بقالي أربع سنين. هل هيقعد أكتر من كده؟
مدام سمير احنا حبيبتي مش سامعينك خالص، معلش عيدي السؤال تاني وعلي صوتك شويه مش سامعين حاجه. انا في نيويورك هنا واخده الجنسيه بقالي 5 سنين. اوكي انت في نيويورك بقالك 5 سنين واخده الجنسيه صح؟ اه وقدمت لابني على الهجره بقالي 4 سنين. وابن حضرتك متجوز ولا مش متجوز؟ متجوز. طب هما دلوقتي بيعملوا في سنه 2004، فلو انت قدمتي له من 4 سنين يبقى لسه قدامنا 10 سنين. يعني قد ايه تاني؟ لسه قدامنا 10 سنين. طيب شكرا يا مدام سميره. واستاذ رامي رجع معانا على تليفون تاني. اتفضل يا استاذ رامي. الو معلش يا استاذ جيهان، انا كنت بس عندي استفسار، انا كنت لسه من شويه مع حضرتك على الخط. نعم استفسار على ايه؟ انا كنت مع حضرتك على الخط، انا كنت بس بسال على حضرتك الفالنتيني دي برشت وحضرتك قلت لي مفيش مشكله. طب هي حضرتك مراتي هتيجي كمان حوالي شهر. فدلوقتي حضرتك ايه الورق كلها معاها؟ هي جنسيه امريكيه ومعاها كل اوراقها، بس نوع الفيزا اللي انا بقدم عليها في السفاره والفورم اللي هتتملي اونلاين. لا 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 لا, لا لا هي مش هتقدم لك على ولا حاجه في السفاره، خلي بالك ولا حاجه هتتقدم في السفاره. هي بعد ما تتجوزك في مصر هترجع مصر الولايات المتحده هتعمل لك حاجه اسمها ايميجرانت فيزا بيتيشن خالص. طب ما ايه النماذج اللي بتتملي حضرتك هي تملاها؟ مفيش اي حاجه هتتملى خالص في السفاره، لازم ترجع الولايات المتحده وتعمل كل اوراق الايميجرانت وركر بيتيشن بتاعتك. طيب دي بحضرتك بتبقى الاوراق دي عباره عن نماذج بتتملي على 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 على, على الهجره؟ اه. طب ممكن تقولي لي نوع النماذج ايه حضرتك؟ عندك الاي 130 وعندك جي 325، واحده ليك واحده ليها، وده مبدئيا عشان تو ستارت البروسس، وبعد كده هتطلع. طب حضرتك مش السفاره بتديني موافقه للجواز في الاول خالص او قبل ما نتجوز؟ لا طبعا السفاره مش بتديك موافقه، ليه السفاره تديك موافقه؟ انا مش عارفه استاذ رامي معانا لسه؟ لا ما طيب. انت بتتجوز مالهاش دعوه بالسفاره، انت بعد كده هي لما تيجي الاوراق في السفاره ليتر اون بعد ما تعمل الاوراق بتاع الاي 130 تحول على الناشونال فيزا سنتر وتخلص كل حاجه وتطلع على السفاره عشان تختم لك الجرين كارد، ساعتها بقى وي توك اباوت يور فولنتري ديبارتشر اور نوت. طيب معانا روز. مساء الخير يا روز. مساء الخير. اهلا بحضرتك. مساء الخير يا استاذه جيهان. اهلا بيك يا روز. انا كنت عايزه اسال على حاجه. انا بابا كان اترحل من حوالي 6 سنين. وانا لسه اخده الجرين كارد عن طريق اتش 1 بي من حوالي من جولاي 2013، so it's like two years and a half maybe. Is there any way that I can do to bring him back? Not with a deportation order, very tough. You have to accrue 10 سنين. لازم يعدي 10 سنين، وبعد ما تعملي 10 سنين لازم تقدمي عليه بعد ما تبقي يو اس سيتيزن. طيب هل لو انا هبقى يو اس سيتيزن let's say مثلا سنه like in his ninth year can I start his paperwork until in انا عارفه ان الويفر والحاجات دي I think it takes time so can I مثلا apply for him at the ninth year على اساس على ما يخلصوا وي ميك ا ديسيجن يبقى اوريدي كده هو عدى ال 10 سنين او وصل لل 10 سنين؟ او I would say would start بعد 9 سنين و3-4 شهور to start on the process of the paperwork عشان مش عايزه تبقي short 10 years وبعدين يعمل لك المشكله تاني. So I recommend تبداي الpaperwork على 9 سنين و3 شهور. Do we approve it anyway بعد ال 10 سنين؟ يعني طالما هو عدى ال 10 سنين is it guaranteed ان he can come back؟ Yes. هتعملي على حاجة اسمها re-apply for admission again and you still have to show hardship ليه if he doesn't come you would suffer a hardship a little bit and you can re-apply for admission بعد العشر سنين. مريم مرسي حبيبتي يجيلك بالسلامة ان شاء الله. مريم معانا. مساء الخير يا مريم. مريم
مريم معنا؟ مساء الخير يا مريم. بنت الرب. بنت الرب. الو. بنت الرب مساء الخير. مساء النور. انا كنت عاوزه اسال سؤال. دلوقتي ماما جالها كانسر، وعشان هي كانت فيزيت سياحه حاولت ان انا اعمل لها انشورانس عشان يعملوا لها عمليه، فادوها امرجنسي للعمليه. وفي نفس الوقت انا كنت بعمل لها ورق جرين كارد وجالها الابروفر. فدلوقتي وهي عندها 68 سنه، بعد كده ممكن يكون ليها ميديكال طبيعي لكل حاجه بقى من انشورانس؟ طب انا عايز اسالك، هي ماما واخده جرين كارد عن طريقك انت؟ اه انا معايا جنسيه. انا عارفه ان بتقلي يعني، يا ربي انا بتقلي انت لازم تشتري لها انشورنس، لانك انت ماضية مع الحكومه الامريكيه انك انت تبقي متكفله عنها عشان ما تبقاش بابليك تشارج على اليو اس جوفرمنت. فخلي بالك يعني، انا ما سمعتش ان اليو اس جوفرمنت عمرها جت تدى حد، بس اي اولويز اسك لو تقدري تشتري الانشورنس احسن ما يبقى. لما تقدرش تاخد الميديكال او اي حاجه الا ما يعدي 10 سنين من ساعة ما قدمت الورق او لما هي بتبقى يو اس سيتيزن. يعني انا لازم اشتري لها انشورنس الحكومه ما ساعدهاش؟ لا، هي لازم تشتري لها انشورنس، يافت باي دي انشورنس، لكن الحكومه مش هتقدر تديها لك لانك انت عملتي الافيديفر سبورت، والفاليديتي بتاعت الافيديفر في سبورت دي 10 سنين. العقد ده ما بينك وما بين الحكومه الامريكيه مدته 10 سنين. طيب شكرا. وبنت الرب معانا مساء الخير. بنت الرب مريم معانا. الو مساء الخير يا مريم. مساء الخير. انا كنت بكلم دكتوره جيهان، ممكن اكلمها تاني؟ اتفضلي حبيبتي. دكتوره جيهان، انا كنت قلت لك على حفيدي اللي هو طلع بره بره امريكا مرتين. هو معاه جرين كارد، هو بعد ما عمل الاسايلم معاه جرين كارد. يبقى اوريدي مش عمل اسايلم بيندينج، يبقى اخذ جرين كارد ورجع مره وبعدين رجع مره تانية. لا مش هيضايقوه، يبقى عرفت تقصدي. بس طبعا يعني لما يجي يقدم على الجنس، لما يجي يقدم على الجنسيه لازم يبقى معاه ريكورد، عشان لو اتسال ليه رجعت وانت طالب الاسايلم من جرين يوري ان كان في سبب جذري يرجع له. بس لكن هو داخل دلوقتي ما يعملولوش حاجه. ان شاء الله ما يبقى، هوبفلي ما فيش اي مشكله. بقاله 5 اشهر بره دلوقتي. خليه يرجع قبل ما يتم الست شهور عشان ما يدزن الرت. ميرسي خالص، الف شكر. طب شكرا خالص. شفتي لانه كان راجع جرين كارد ما كانش اسايلم. انت بتقولي مش معقول. الاستاذ ابراهيم مساء الخير. مساء الخير استاذ ايناس. مساء الخير استاذ جهاد. اهلا يا فندم. اهلا بيك يا فندم. خليكي. ممكن اسال الاستاذ جهاد سؤال من فضلك؟ اتفضل. طبعا هي سامعك. اتفضل. ماشي يا رب يخليك. انا عندي، انا واخد جرين من سنتين على الاسايلم، وعندي ابني عنده 24 سنه ومش متجوز، هل ممكن اجيبه بالجرين اعمل له دور هجره؟ يس او يس ممكن حضرتك لو هو مش متجوز تعمل له دور، ما فيش اي مشكله طالما هو مش متجوز، بس لو اتجوز تقع البيتيشن. طيب ياخد دور قد ايه يا استاذ جان؟ لا هتاخد دور لو فوق ال 21 سنه هياخد دور كتير. هما دلوقتي هقول لحضرتك بيعملوا بتاريخ سنه 2009، فاحنا قدامنا اتليست 5-6 سنين لحد ما حضرتك تقدر تتدخل. يعني ممكن من 5-6 سنين ممكن يجي بس دور. لو اتجوز في الفتره دي المعامله تق. لا ما احنا مش هنخليه يتجوز بقى في الفتره دي. That's for sure. طيب شكرا يا فندم. ومعانا الاستاذ عبد المسيح من تينيسي. استاذ عبد المسيح مساء الخير. مساء النور، اهلا بحضرتك. اهلا يا ناس. ليا سؤال للدكتوره جيهان، بس هو ما هوش خاص بالهجره، هو ممكن اي سؤال خاص يعني قانوني لازم يكون للهجره بس. لا انا مستشاره متخصصه في الهجره والجنسيه بس. بس لكن اي حاجه ثانيه ما يبقى صعب يعني؟ لا مش صعب يا فندم. انا عندي بس مشكله من المحكمه ميديش نتورك بعت لي نوت اوف الكترونيك فايلنج، يو نو كان حاجه زي كده. دي هتبقى متاحه لحضرتك ممكن؟ لا يعني يا فندم
تقولين رأيك القانوني فيها ولا لا يا فندم؟ ما اقدرش ادي رأيي خالص، ما اقدرش ادي رأي قانوني غير في تخصصي، ما اقدرش اي واحد يدي لك اي حاجه، وما في مقدرش محامي يقدر يعمل كل حاجه، لان كل جزء من القانون ساك. دكتور عينين ما اقدرش يدي لك حاجات جلديه او سوري امراض نساء، ما اقدرش اقول لك حاجات عن القلب. صح صح تمام كده. انا شاكر لحضرتك جدا، ميرسي يا فندم. بس اقول لحضرتك حاجه، ممكن استاذ جورج مليك لما بيطلع او حضرتك تاخد رقم مكتبه، هو بيعمل كذا حاجه سيفل وبيعمل الكريمنال والبيرسونال انجري. طيب شكرا يا استاذ عبد المسيح. ومعانا ابن الرب، مساء الخير يا فندم. ابن الرب الو، مساء الخير. الو مساء الخير يا فندم. طيب مساء النور حضرتك على الهواء يا فندم. ايوه كنت عاوزه، انا كنت متصله من شويه، كنت على اختي اللي هي جوزها امريكان سيتيزن وعمل لها البيتيشن. كنت عاوزه اسال لو مثلا هي جابت بيبي في مصر قبل ما يجي لها الدور بتاعها على السفاره او كده، البيبي هياخد دور زيه زيها ولا هتجيبه على طول ولا باباها هيقدمه؟ لا ممكن 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 الاب يجيبه، ممكن يبقى ديريفيتيف سيتيزنشيب. يس يعني الاب لما بيقدمه بياخد وقت قد ايه ولا الاب لا ممكن يجي على ديريفيتيف سيتيزنشيب كمان؟ مش بتاخد اي وقت يعني يسافر معاهم؟ بقول لك ممكن الابن ياخد ديريفيتيف سيتيزنشيب على طول. يقدمها له في السفاره يعني؟ ممكن يقدمها له في السفاره الديريفيتيف. طب دي بتاخد وقت قد ايه؟ على حسب السفاره ما تخلص الوقت. هي مش بيتيشن، خلي بالك اتس نوت ا بيتيشن، بياخد حاجه اسمها ديريفيتيف، يعني بياخد تابع لوالده على طول. ممكن يقدم له، في نسأله ممكن يقدم له مثلا فيزا سياحه؟ لا لا هقول لحضرتك حاجه، حضرتك متلخبطه. لما بيبقى في اب يو اس سيتيزن والام ممكن تبقى اوريدي بيرمنت ريزيدنت، ممكن الطفل ياخد سيتيزن شيب على طول. عشان كده بقول لك مش هيقدم على البيتيشن، هيقدم ايميديتلي على ديريفيتيف سيتيزن شيب. اوكي اوكي. طب شكرا يا فندم. شكرا. ومعنا ابن الرب، مساء الخير. مساء النور. وانا اللي كنت بكلم الاستاذة جيهان من شوية، هي كانت عايزة تعرف اذا كانت الكيس باسمي ولا باسم المدام. الكيس كانت باسم المدام، وعلى فكرة هو نفس السبب اللي قالته، هو ده كان سبب الرد، في حين ان ما حصلش حاجة من الكلام ده خالص. و ممكن اسال حضرتك حاجه، انت محكمه ايه؟ ايوه يا فندم. انت متحول على اي محكمه؟ محكمه لوس انجلوس؟ لوس انجلوس. ومين المحامي بتاعك؟ مين المحامي بتاعك لو سمحت؟ هو المحامي بتاعي لسه ما حددتوش، بس محامية وابني اللي عارف اسمها. طيب هو الورق لسه ما جاش لغايه دلوقتي. ورق ايه يا فن؟ حضرتك بتقول ايه؟ ورق اللي لسه ما جاش، الورق بتاع القضيه لسه ما جاليش، هم قالوا لي هبعتهولك في خلال شهرين. اللي هو يبقى انت تحولت على المحكمه ولسه ما تحددلكش ميعاد قدام القاضي، صح؟ لسه ما تحددليش ميعاد قدام القاضي، صح. ومين المحامي اللي كان ماسك القضيه في الاسايلم اوفيس؟ كان ما كانش محامي، كان الاستاذ وجدي في اورنج كاونتي. اوكي جارد. يس جارد. وممكن اعرف حضرتك بتشتغل مع البوليس ولا الجيش؟ بوليس. بس الكلام ده انا طالع على المعاش من 15 سنة ما اكيد ما تحضرتش كويس، والاجابات بتاعتك كانت دامجينج فحولتك على المحكمة. طيب طيب هو دلوقتي يعني actually انت ممكن تكسب القضية، بس
انا عندي 62 سنة وانا دخلت على المعاش من 15 سنة. ما انا ما اعرفش انت قلت ايه وما قلتش ايه لانك انت الديريفيتيف واي اندرستاند ايه اللي حصل وكان بيشتغل في البوليس او الجيش لانه تبقى الحكومه الامريكيه البوليس او الجيش المصري كان بيحصل. طب هو حضرتك بتاعتي المدام لو خدت الجنسيه والقضيه ما اتحكمش فيها تديه انكار؟ بس انا عايزه اعرف ايه اللي حكومه متهمك بايه. This is very important. فالتشارجنج دوكيمنت بتاعتك is very important بالنسبه لي. هل عملت سورن ستيتمنت في المكتب؟ في حضرتك عملت سورن ستيتمنت؟ تكرم مولع التلفزيون. طب معلش احنا وي هاف تو موف اون. اوكي معانا دكتوره نجوى. مساء الخير يا فندم. مساء الخير. مساء النور. حضرتك سامعاني؟ انا سامعاك يا حبيبتي. انت سامعانا؟ ايوه. طيب انا بكلم حضرتك من الولايات المتحده الامريكيه. انا مواطنه امريكيه وواخده السيتيزنشيب من 5 سنين وبحاول اجيب بنتي من مصر، لكن للاسف انا اخذت الجنسيه بعد ما هي عدت 21 سنه. هم اتصلوا بيها من سنه قالوا لها احنا حولنا اوراقك للناشونال فيزا سنتر. انا عندي ظروف صحيه صعبه. طب هي قدامها قد ايه وانا محتاجه لها؟ جايز احتاج عمليه قريب. يعني خلاص حولوا اوراقها للناشونال فيزا سنتر، قدامها قد ايه؟ لو هي مش متجوزه بيعملوا في ابريل 2008، لو هي متجوزه بيعملوا في 2004. فانت قولي لي هي متجوزه او مش متجوزه وعامله البيتيشن من امتى؟ very important عشان اقدر اقول لك. هي بفضل هي مش متجوزه وعامله بيتيشن في 2012 كام؟ 2012. لا هم بيعملوا دلوقتي April 2008 so there's still طيب. some time. طيب انا عندي ظروف صحيه صعبه، دي ما نقدرش نعمل اي التماس عشان ظروفي الصحيه بالنسبه للناشونال فيزا سنتر. اي دونت ثينك سو. ممكن حضرتك تحاولي تخشي مش عن طريق الايميجرانت بيتيشن اللي انت عاملاها، ممكن يحاولوا انك انت تيجي تحضر معاكي العمليه لو هي تطلب تاخد الفيزا. اي دونت جارانتي ان الفيزا بتاعتها هتبقى جرانتد على اساس ان هي ورت اوريدي ان هي شي وانت تو ايميجريت عن طريق البيتيشن بتاعتك. ف انا بقول لك الحاجه الوحيده اللي ممكن اقول لك اقصى حاجه تعمليها ان هي تحاول تقدم على فيزيتور فيزا تيجي تحضر العمليه بتاعتك وترجع تاني. بس الناشونال فيزا مش هتستعجل اي حد عشان ميديكال كونديشن. طب ثانك يو فندم. بنت الرب معانا. مساء الخير. الو. مساء الخير يا بنت الرب. اي مساء النور. انا بشكركم على البرنامج الجميل ده خالص، ربنا يبارك قناه لوجيس. سؤال بس بساله، لما يكون واحده مثلا عامله اسايلم هي واولادها وجات لها وجوزها جالها بعد مثلا سنه او كده، هل ان دلوقتي جوزها هو طبعا هو الاسايلم بتاعه مش اسايلم، هو طبعا المدام قصر، هل ان ممكن مثلا يرجع يسافر تاني لو في ظروف او حاجه ويرجع البلد تاني، ولا ممنوع ان يطلع بس الاسايلم باسم المدام نفسها؟ ما انا لسه قايله الاكزامبل اللي هي الراجل اللي ما سمعش كلامي وسمع كلام الناس في الكنيسه قالوا له لا ولا يهمك ده الاسايلم باسم المدام وما سمعش كلامي. طب انا المحاميه ليه؟ ورجع اتحبس وهو داخل. لا اوف كورس نوت. بس مش باسمه، القضيه مش باسمه. يعني ما انا بقول لحضرتك الحاله بتاعتي القضيه كانت باسم المدام. كلهم طالبين الحمايه، كلهم طالبين اللجوء سواء باسم المدام او باسم العيال او باسم الزوج، كله طالب الحمايه من الولايات المتحده، كلهم اسمهم لاجئين للولايات المتحده. فهمتي؟ يعني هو ما ينفعش. لا. طيب شكرا يا بنت الرب. ومعانا الاستاذ مجدي. مساء الخير يا فندم. استاذ مجدي. الو. مساء الخير يا فندم. مساء الخير. معلش انا ابني كان من شويه اتصل عشان اخوه اللي هو احنا مقدمين دلوقتي على مقدمين كنا على جرين كارد كلنا جالنا الا هو، وبقى له 4 شهور بالظبط من ساعه الفينجر برينت، يعني 6 شهور من ساعه ما قدمنا
والفينجر برينت فيز اتقبلت. دلوقتي هل ممكن في امكانيه، عايز اعرضك واضحه شويه معلش، هل امكانيه ان الورق يضيع؟ لان قال لنا ممكن يكون الورق ضاع. لا ما بس فيري تاف انك تقولي ان الورق ضاع. لا طب ماشي اوكي، لو الورق ما ضاعش نستنى قد ايه كمان؟ احنا انا بعتنا لهم اونلاين انكويري وبعتوا جواب جينيريك خالص، يعني مين اللي مقدم مين وان اكستندد ريفيو. اقدم امتى تاني؟ بعد 30 يوم من الفيرست انكويري عشان تقدر تسال مره. اوكي طب لو ما حصلش اي ردود ثانيه، ادو الكونجرس ده هل دي سهله ان انا اقابله ولا ايه؟ لا مش بتقابله، انت بتكلم الاميجريشن سكشن في الكونجرسمن اوفيس وبتطلب من الاميجريشن سكشن بيطلب منك اوراق البيتيشن كلها. يعني معلش تاني عشان تبقى واضحه شويه. نعم بتكلم الاميجريشن ايه؟ بتكلم كل كونجرسمن عنده اميجريشن سكشن، بتكلم الاميجريشن سكشن وبتقول لها يعني تلتمس ان مكتب الكونجرسمن يتدخل ان هو يشوف لك ايه اللي حاصل. اوكي يعني كلام ده امتى اعمله؟ استنى شويه على هيئه الهجره، لسه ما كملتوش 6 شهور يعني او يا دوبك. لا عشان انا بكلمك من نيوجيرسي، التايم فريم 4 شهور على الويب سايت، ان 4 شهور بيكون الكيس لازم تكون بروسيس. اول حاجه كل واحد في الولايات المتحده لازم يروح لينكن نبراسكا، سواء كاليفورنيا او نيوجيرسي، اي حد بيعمل جرين كارد عن طريق اللجوء لازم تروح ولايه لينكن نبراسكا. سواء لا بس لا احنا تبع، لا انا فاهم بس احنا تبع دالاس، تبع يبقى دالاس. اوكي طب انا عايزه اقول لحضرتك حاجه، اصبر شويه على هيئه الهجره، انا عارفه ان كنتوا جات لكم وهو الوحيد اللي اتاخر. بليز احنا ثلاث اسابيع اخوك كبير جاله في اسبوعين. صدقني انا عندي حاله برضو كانت من سنتين. قال لي المحاميه قالت لي ان دي اول مره اشوف ولد اندر 21 والحكايه تطول كده. It doesn't matter، انا شفت بالهبل. Trust me on that، انا عندي بيبقى نفس القضيه وبعت 4 تنفار وواحد جاله واثنين ما جالوش، واحد يجي له طبيعي. يعني It's طبيعي. مهمل شويه او حاجه ولا ايه؟ It's very normal يا فندم، please be patient. Okay thank you استاذ مجدي. جيهان هناخد فاصل صغير please. ونرجع نكمل برنامج. no اعزائي المشاهدين هناخد فاصل for a few minutes ونرجع نكمل برنامجنا، فابقوا معنا. مش لوحدك. مش لوحدك. أنا لحد دلوقتي مش قادرة I cannot comprehend، يعني إزاي زوج يكون بيحب مراته ويطلع يخنبر. How do you think people on drugs under the influence function on their daily basis? I think they do function. السالت بقى. And عايزين بقى نتكلم على البيتزا، نسينا نتكلم على البيتزا. السترينث بتاعها فين؟ قصدي على الرجل ولا على الرجل؟ على الرجل. توقعات المفروض الواحد قبل ما يشتري بيزنس يعني ميك شور ان هي عنده ومظبوطه معلومات. لو فهم في 50% وال 50% التانيين انت بتتعلمهم في البيزنس. Listing of all the requirements. We mentioned some of them earlier. يعني قبل كده الجريدز طبعا مهمه. الديبرشن ليه انواع ولا كله بيبقى يعني ستايل واحد كده؟ لا طبعا انواع كتيره خالص. مش لوحدك.
لحد دلوقتي مش قادرة I cannot comprehend يعني إزاي زوج يكون بيحب مراته ويطلع يخمر. How do you think people on drugs under the influence function on their daily basis? I think they do function. السالت بقى عايزين بقى نتكلم على البيتزا. نسينا نتكلم عن البيتزا. السترينث بتاعها فين؟ قصدي على الرجل ولا على الرجل؟ على الرجل. توقعات المفروض الواحد قبل ما يشتري بيزنس يعني ميك شور ان هي عنده ومظبوطه معلومات. لو فاهم في 50% وال 50% التانيين انت بتتعلمهم في البيزنس. Listing of all the requirements. We mentioned some of them earlier. يعني قبل كده الجريدز طبعا مهمه. الديبرشن ليه انواع ولا كله بيبقى يعني ستايل واحد كده؟ لا طبعا انواع كتيره خالص. Everything's gonna be مش لوحدك. اعزائي المشاهدين رجعنا مره تانية ببرنامج مش لوحدك والنهارده حلقتنا على الهجره وطبعا مشاكل الهجره. معانا على التليفون الاستاذ ميشيل. مساء الخير يا مدام ايمان. مساء الخير سياده المستشاره. ممكن اوجه لحضرتك سؤال بعد اذنك؟ اتفضل يا فندم. شكرا. دلوقتي انا كنت هنا في كاليفورنيا وكنت مقدم على اسايلم بقالي سنه واربع اشهر وعملت الفينجر برينت لكن لسه ما جاليش اي ميعاد للانترفيو انا ومراتي. وبعدين دلوقتي فوجئت في مصر بمحامي بيكلمني بيقول لي في صاحب البيت يعني رفض ياخد الايجار ورفع عليه قضيه دعوه اخلاء وطرد بيقول ان انا راجل مهاجر ديني وشغلانه كده كبيره. المهم فقال لي ان الحل العمليه دي انك انت تحاول تيجي تحضر معايا الجلسه اللي جايه تقف قدام القاضي انت متواجد وموجود وقاعد في بيتك وفاتح الشقه وتستعد يعني بتعيش حياتك الطبيعيه يعني وبعد كده تبقى ترجع تاني. فانا مش عارف اعمل ايه هون لغايه دلوقتي لسه ما جاليش معاد الانترفيو يا استاذ جيهان. انا عايزه اقول لحضرتك ان التاخير ده شامل على الناس كلها. في ناس كتيره من 2013 انت بتقول لي سنه واربع شهور اسناد ده كومبير لناس عندي من 2013 وفي ناس كتير واقفه في جميع الولايات. انا بس النصيحه لو انت نزلت مصر عشان تحل حكايه الشقه ممكن تخسر عليك حياتك هنا في الولايات المتحده. مسلم انت مو كده لو حياتك هياخد فاطمة عليها بالاخر لو اضطر ياخد الشقه مين؟ ما هو حضرتك بتقول حياتك المهدده فالشقه ولا الحياه؟ فالحياه اهم من الشقه. اكيد بس يعني ده صحيح. فانت طالب الحمايه عشان الحياه الحياه مهدده. شكرا يا فندم. ومعانا الاستاذ مجدي. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. تحيه لحضرتك والحياه لضيفتك الكريمه استاذ جيهان. شكرا يا فندم. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. كنت حضرتك لو كنت عايز اجيب والدته من مصر هي مرتبطه عاطفيا وماليا هنا في مصر فهي اقصر فتره تقعد هنا عشان تاخد السيتيزن بعدين. لا لازم تقعد هنا يعني انا افضل تقعد هنا سبع شهور. ما بحبش الناس تقول لك ست شهور هنا وست شهور هناك. عشان تضمن تاخد الجنسيه مفيش اي مشكله لازم تقعد هنا سبع شهور كل سنه. سبع شهور كل سنه؟ كل سنه على مدار خمس سنين حضرتك؟ That's correct. بلس ان مش بس ان هي توري انها قعدت هنا لازم توريني كان ليها اقامه، كان ليها بيت، كان ليها ميه، كان ليها كهرباء، كان ليها تاكس ريتيرنز او حد حطيتها ديبندنت، كان ليها ميديكال انشورنس. يعني لازم واحده مقيمه ويا دوبك بتخرج وترجع تاني لاقامتها اللي هي الولايات المتحده. طب حضرتك ايه لو هتقعد معايا في نفس الشقه ونفس البيت؟ يبقى اعمل لها حاجات كتير تثبت ان هي عايشه معاك، حط لها في رقم تليفون فاهمه باسمها يبقى شغال طول السنه. مثلا حط لها كيبل في اوضتها باسمها عشان يبقى في حاجات كلها حطها ديبندنت عليك، يبقى في دكاتره وفيزيتنج ابوينتمنتس لما تيجي كل مره. ده على مدار السنه كلها مش على مدار السبع شهور بس مظبوط؟
افضل يس. ماشي. وممكن كده هي تاخد السيتيزن بعد 5 سنين، حتى لو قعدت 7 شهور بس، 7 شهور في 5 سنين يعني 35 شهر، وده انف؟ لا، لازم تتم ال5 سنين عشان يكون عندك حق التقديم، سواء قعدت يعني المده او لا. يعني حضرتك على مدار اول سنه قعدت 7 شهور، ثاني سنه 7 شهور، بعد ال5 سنين يبقى 35 شهر. كانت ممكن تقدر حضرتك تاخد السيتيزن ولا لازم هي تكمل 60 شهر؟ لا، لازم انت ما عندكش حق التقديم قبل 4 سنين و9 شهور، وفي ال4 سنين و9 شهور لازم تكون قضيت اكتر من يعني نص المده. كويس، ماشي يا فندم. شكرا يا فندم جدا، وربنا يعوضك. شكرا يا فندم. معانا ماري، مساء الخير ماري. ماري معانا؟ الو، مساء الخير يا ماري. شكرا يا فندم. انا بشتري ابناء حتى ابناء بتكلم بالنيابة عنها يعني. تفضل. لو سمحت، انا كنت قدمت لماما على جرين كارد، وفي نفس الوقت قدمنا لها على اوثرايزيشن برميشن فور ترافل، فبعتوا لنا حاجه اسمها الاوثرايزيشن فور بارول. فانا كان سؤالي، هل ينفع هي تسافر مصر بالورقه دي ولا ما ينفعش؟ هي طلبت حاجه اسمها ادفانس بارول، اوثرايزيشن فور بارول. ممكن تسافر بالورقه دي، ولسه الانترفيو ما جالهاش صح؟ لا، لسه ما جالهاش. لا، ممكن تسافر بالورقه دي، بس مش عايزاها تسافر كتير، يعني تروح وترجع لك كمان شهر قبل ميعاد الانترفيو. اوكي، بس هي تسافر بالورقه مره واحده. ممكن تسافر بالاوثرايزيشن اوف بارول، ذاتس كوركت. شكرا يا فندم. اوكي، شكرا خالص. شكرا يا فندم. الاستاذ سامح، مساء الخير يا فندم. الخير، مساء النور. عندي بس سؤال للاستاذ جيهان. اتفضل يا فندم. انا ساكن في كاليفورنيا دلوقتي، ومعايا جرين كارد بقاله 2 سنين، وابني اكبر من اكتر من 21 سنه، وهو حاول يجي عن طريق المكسيك، وجه فعلا واستلم نفسه في المكسيك، تمام. وبعد كده قعدوا ينقلوه بقى من ولايه لولايه. هو دلوقتي في نيويورك، وبقاله بتاع 70 يوم. فقدمنا له ورق ضمان ان احنا نضمنه عشان نيجي يعني عندنا ويكمل القضيه هنا، بس يبقى عندنا في كاليفورنيا وقاعد في البيت، ان هو تعبان هناك جدا خالص، فاترفض. فبعديها قدمنا واحد تاني، وبعد كده مستنيين يعني، هو ما ردوش علينا يعني. فكان بس كنت يعني عايز اعرف ممكن نعمل ايه دلوقتي. طب القضيه شغاله فين؟ في ادلانتو ولا شغاله في السانترو؟ مش سامع. معلش. نعم؟ هو مش فاهم السؤال. مش سامع. دلوقتي قلت لي حاولت تعمل له بارول صح؟ صح. والبارول اترفض. تمام. والقضية بتاعته شغالة صح؟ لأنه دخل عن طريق المكسيك، يبقى عن طريق محكمة. Is that correct؟ يا بس هو لسه ما قابلش القاضي يعني. That's correct. فسؤالي لحضرتك، محبوس فين؟ محبوس في أدلانتو ديتنشن سنتر ولا محبوس في السنترو إيست ميسا؟ لا، في ديتنشن. ها؟ في ديتنشن، حتة اسمها إليزابيث ديتنشن. اسمها إيه؟ إليزابيث ديتنشن. إليزابيث ديتنشن سنتر؟ ناحية سان دييغو؟ لا، هي في نيويورك، أو ناحية نيويورك. يبقى هو اتنقل على نيويورك، دخل المكسيك ونقلوه على نيويورك؟ اتنقل على نيويورك. اوكي، جار. اوكي، طالما انت قدمت البارول واترفض، يبقى I don't know he's not gonna be eligible. لازم يشوف القاضي، ولازم يقدم أوراق اللجوء، ولو عدى عليه 6 شهور ولسه محبوس، من حقه يعمل حاجة اسمها رودريجيز ريكاستدي ديترمينيشن هيرينج. وبعد ما يقدم عليه يحصل ايه؟ لو قلت حضرتك، لو قدمت على البارول والبارول اترفض، لازم يكمل القضيه داخل السجن. هيفضل في السجن لحد ما يخلص القاضي يحكم القضيه. بس خلي بالك، اما بتبقي مسجونه القضيه ما بتقعدش 3 4 سنين، تخلص في 3 4 شهور. طب دلوقتي احنا قدمنا تاني، بس لسه ما فيش رد. هو انت عملت most probably a bond reconsideration او parole reconsideration. Not necessary انه ما يوافقوا عليه، بس it's okay. بس لازم يبدا مين المحامي بتاعه، ولازم يبدا يعمل الفايلنج بتاع الاي 589 بتاعته، كل الحاجات دي.
طب هل في الحاله دي لو اترفض ممكن يعمل ابيل ولا خلاص بقى ترفيض؟ بيعمل ابيل، بيعمل ابيل وبرده هو بيمشي بسرعه الابيل عشان ديتيند برده جوه الحبس، وهو الحبس ده سكراك. طيب معانا نيرفين، مساء الخير. مساء النور، ازي حضرتك؟ ازيك حبيبتي؟ اهلا بيكي. انا عندي سؤال، معلش. مامتي هنا عامله اسايلنت في 2013، جالها الجرين كارد بتاعها بعد ما عملنا لها ابلكيشن وكل حاجه، الايشو ديت بتاعه الجرين كارد طلعت 2015. بس احنا السؤال دلوقتي هو مش المفروض الايشو ديت يعني بعد كده نعد للجنسيه من ميعاد الاسايلنت ولا من الايشو ديت بتاع الجرين كارد؟ من الايشو ديت بتاع الجرين كارد. طيب هو مش الايشو ديت بتاع الجرين كارد المفروض يطلع ب 2013 بتاع الابروفل بتاع الاسايلنت؟ نو ذاتس نوت ترو، that is not true. That's not true. That is not true. عشان كده كل الناس اللي قاعده مستنيه الاسايلم بقالها مده عمرها ما تاخد الايشو ديت بالتاريخ اللي هي مستنياه. Once you're granted and after you apply you get it from the day of the application. يعني هي بس انا عندي حد هنا واحده يعني تبعنا برضو قدمت يعني جالها، هي خدت الابروفل في 2014 والجرين كارد بتاعها برضو عملته في 2015 بس جالها الايشو ديت ب 2014. That's an error. اوكي. That's an error. طيب but she's lucky. هي غلطه صالحها بصراحه يعني. غلطه من يو اس اس لصالحها. اوكي. طيب معلش سؤال كمان بعد اذنك. في لو بالنسبه للسفر، هي دلوقتي عامله تايلاند ومعاها جرين كارد، بالنسبه انها تنزل مصر او يعني تروح وتيجي، ده ازاي ومسموح ازاي؟ هو مسموح في حالات جذريه لو حد تعبان او حد بيموت في مصر. اوكي يعني مش سهل ان هي مثلا تنزل تحضر فرح حد بتاع كده يعني؟ لا فرح لا، it doesn't make sense. حتى لو معاها جرين كارد؟ حتى لو معاها جرين كارد. Actually انا جات لي actually it's interesting، خليني اشير دي مع الناس. انا جات لي مكالمه من واحده كلاينت مش عندي، بس اتوقفت في المطار واخده جرين كارد عن طريق الاسايلم، جوزها عدى نار بروبلم، هم وقفوها قالوا لا ايه ده انت كذبتي علينا، قلت لنا انك انت عايزه ونزلتي مصر، وبهدلوها وعرفوا ان هي واخدوها الاسايلم وحجزوها في المطار 24 ساعه للتحقيق ان هي دخلت وكذبت وقالت ان هي اخذت الفيزا عشان تخش وتطلب الاسايلم وناخد جرين كارد، واول ما اخذت جرين كارد نزلت مصر. It's a big hassle. واتصلوا بي يقول لك لسه عملوا معها further investigation، طب ترد تقول ايه، فاهمه؟ فلا it's حتى لو واخده جرين كارد نو، only when you have your US passport you can do what you want. But not prior طيب to that. طيب اليو اس سيتيزن انت ابلاي دلوقتي، يعني هي دلوقتي خمس سنين من 2015 يعني she will apply for her for 2020. That's correct. All right. Thank you so much. You're welcome. Good luck ليها ان شاء الله. Thank you so much. Thank you. Have a great night. ربنا معاك. باي باي. معانا الاستاذ هاني، مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. اهلا بحضرتك. حضرتك انا تابع لولايه فرجينيا وكان معايا جرين كارد. ورحت امتحنت الجنسيه انا ومراتي نفس السيم تايم. واحنا الاثنين نجحنا في الامتحان. ومراتي جالها ان هي تروح تعمل السيرموني. ولحد النهارده انا الجواب الخلفان لسه ما جاليش، وانا ممتحن اكتر من حوالي داخل حاليا في اربع شهور. اعمل شهور ورحت اخدت معاد في الامجريشن وقابلت الاوفيسر قال لي الكيس بتاعتك انت معاد الامتحان بس تحت حاجه، الكيس بتاعتك بيندنج ما فيش اي ورقه عايزينه منك او اي اديشنال انفورميشن، بس مستنظرين السوبر فايزر يساين اب للكيس بتاعتك ونبعث لك الليتر لانك انت تحضر السيرموني. مع العلم ان في ناس امتحنت بعديه بحوالي يمكن شهرين او ثلاث شهور وراحت تعمل السيرموني. يمكن قضيتك راحت فور ان اديشنال سكيورتي باك جراوند تشيكس. ام بوزيتيف ان القضيه بتاعتك راحت فور ان اديشنال سكيورتي باك جراوند تشيك، ما اعرفش في حاجه عملت زي فلاج بيقولوا ان لازم يعملوا اديشنال باك جراوند انفورميشن عليك قبل ما يدولك الاوث.
طب حضرتك ايه المطلوب مني اعمله؟ يعني اعمل اصبر شويه ال 90 دايز 90 دايز ثانيه واعمل انفو باس مره ثانيه. لازم اصبر 90 دايز كامله؟ نعم حضرتك، يعني لازم اصبر 90 يوم عشان تعمل انفو باس ثاني. طب ثانك يو يا فندم. طب ايه الحالات اللي هم بيعملوا عليها باك جراوند تشيك؟ ما تعرفيش، يو نيفر نو. ميل فروم ذا ميدل ايست، حاجه فلاج كومز اوت، شغلانه اشتغلها، اي حاجه، يو نيفر نو وات تريجرز ات. الكمبيوتر اسمه متشابه بحد حد تاني فاهمه ازاي؟ سو دي تريجر ا فلاج اند ذن يتحط فور ان اديشنال سكيورتي باك جراوند تشيك. معانا شيرين. مساء الخير يا شيرين. الو مساء الخير استاذه ايناس، اخبار حضرتك؟ الحمد لله. ممكن اكلم استاذه جيهان؟ اتفضلي حبيبتي سامعاكي. طيب انا بس احنا جينا من شهرين فيزيت سياحه انا واولادي وجوزي، وهو كان معانا وجهزنا بيت وكل حاجه وعملنا اسايلم. بعدين هو نزل لشغله في الامارات، فدلوقتي هو عايز يرجع. احنا يا دوب هو نزل من شهرين بس، ففي مشكلة رجوعه تاني؟ يعني ممكن في المطار يبقى في مشكلة أو حاجة ولا؟ يعني بصي انا هقول لك حاجه، انا ما بحبش الناس تخش كل شهرين ثلاثه لانها هيشك فيه في البي 1 بي 2، وخصوصا انك انت قدمتي على اسايلم. اي هوب فري دازنت تريجر اني ثينج اون فلاج اون ذا كمبيوتر. فانا افضل يستنى شهرين ثلاثه تانيين، اتليست يعدي الخمس شهور قبل ما يبدا. اوكي، يعني ممكن فعلا يبقى في يعني يغلقوا عليه في المطار او كده. افضل مش بعد شهرين يخش، لا. اوكي، يعني ما فيش داعي يجي على كريسماس، ممكن يخليها. يعني انا عندي حالات دخلت بعد شهرين، وعندي يعني فاهم، عندي واحده نزل ثلاث مرات وجاب ثلاث مرات مسك، فعشان كده افضل اون ذا سيف سايد ما يخشش بعد شهرين. اوكي، شكرا ليكي. شكرا يا فندم. معانا الاستاذ، ثانك يو فندم. استاذ محمود، مساء الخير يا فندم. استاذ محمود، الو. مساء الخير يا فندم. الو استاذ محمود، مين معانا على التليفون؟ استاذ محمود، الو. مساء الخير يا فندم. مرحبا، اهلا بحضرتك يا فندم. تحياتي لك ولحضره الافوكاتو. شكرا يا فندم، اهلا بك. انا في عندي استفسارات على السنه البعض بخصوص انه موضوع الاميجريشن. اول تحياتنا من خلالك نانسي للافوكات المحاميه، وهي بتشبه الممثله نسرين، و بعرف اذا هي قريبتها او شيء يعني من ريليتف معاها ولا ما بعرف. طيب موضوع ثاني حالي. طب يا ريت سؤال حضرتك ايه يا فندم؟ سؤال حضرتك ايه؟ بالنسبه للاميجريشن وموضوع اللاجئين الان، وبما في بعض اللاجئين موجودين الان هون بموضوع البوليتيكال اسالم بالشرق الاوسط، اوكي، او في بعض الولايات الان رفضت وجودهم، فهل البعض هلا متخوف انه يعني هو كان بوليتيكال اسالم وعبى المعامله هون في الولايه كذا، والولايه الان رفضوا البوليتيكال، رفضوا اللاجئين، فهل راح تلتغي معاملته او كيف؟ او هل هو اذا معبي في ولايه وعنده اقارب او اولاد في ولايه ثانيه من الولايات اللي رفضوا اللاجئين الان، ما بيقدرش يروح يزورهم لانه الناس في عقليه الدول العربيه لسه انه في حدود ومحدود وكيف؟ ومن الحقيقه انه فعلا كيف راح يكون التعامل؟ وبعدين اذا تم رفض القانون في البرلمان في الكونغرس من خلال اوباما ومع الجمهوريين، ورفض القانون الاولاني باعطاء منحه كمان للرفيوجي والمولدين هون، كيف راح يكون التعامل؟ وموضوع اللاجئين من الشرق الاوسط اذا بدهم يرحلوا كيف راح يكون الوضع؟ فلو سمحتي يا حضره الافوكاتو توضحي لنا هاي النقاط لانها مهمه كثير، والناس كثير متخوفه الان مش عارفة وين الصح، فلو سمحت شوفينا هاي الموضوع مهم كتير. شكرا لك ولست نانسي ولا
محطة اللوجوس والقلب يكون كبير. شكرا نسمع يا رأيكم. شكرا يا استاذ محمود. نسمع رد الاستاذة جيهان. اوكي بص يا حبيبي، انا بقول لك الخبر اللي طالع النهارده في التلفزيون ان الهاوس اوف ريبريزنتيف وقفوا او طالبين وقف الرفيوجيز. خلي بالك الرفيوجيز يا فندم لسه شارحه في بدايه المقابله مختلفه تماما عن الناس اللي بتطلب الاسايلم. الرفيوجيز اللي هم بيبقوا جايين على الحدود وعن طريق البروسيس من اليونايتد نيشن. وبعدين انت بتقول ان في ولايات النهارده بترفض الرفيوجيز، لا ما فيش ولايات بترفض الرفيوجيز. As a matter of fact لما كان في ديبيت في ما بين الريبوبليكان الجمهوريين زي ما انت بتقول ان هم طالبين ان هو يمنعوا جميع السيريان رفيوجيز او حتى الايراكي رفيوجيز كلهم من الميدل ايست. دلوقتي we understand ان البريزيدنت اوباما said he will veto اي حاجة تيجي من الكونغرس regarding that. وكان في كمان حاجة تانية مطلعين فيها قالوا الريبوبليكان ان هما بس مش هيسمحوا غير بدخول المسيحيين بس. فدي كلها حاجات غير قانونية وغير شرعية وما فيش حاجة نزل قانون بيها وما فيش ولايات بترفض اللاجئين او ولايات، لان القانون بيبقى فدرالي مش قانون ولاية او قانون ولاية تانية. بس الحاجة الوحيدة اللي أقدر يعني أضمنها لك إنه الـ political asylums اللي هم طالبين اللجوء من الـ USCIS أو الـ asylum office around the US ما فيش حد يحصل له حاجة. احنا بنتكلم على الناس اللي هي جاية بوفود كبيرة بال 2000 و3000 من الرفيجي عن طريق الـ UN for processing for protection، مش عارفين مين دول فعايزين يمنعوا blockage ليها and it's still not approved. يعني we don't have, it's still from the house, it hasn't gone to the senate and has not gone to the president for signature. Who said he will veto. فما فيش حاجة تخاف عليها. بس الكرايسس اللي حصلة في العالم ده, will that impact on immigration? I think as an immigration attorney yes it will. It will have a lot of prejudice against the people maybe from the Middle East. It will يعني تفكر انها هتقلل ان الشانسز بتاعت الناس ان هم يقبلوهم. لا مش هيقبلوهم but there will be a lot of, يعني there's a lot of talks right now if you hear on the news. It's a lot of prejudicial talks against people, against minority, against you know. So في حاجات مش مظبوطة. بس انا as an immigration attorney think would that prejudice some stuff? Yes, it will cause some prejudice, but that doesn't mean the cases will be denied. I'm anticipating, زي ما أنا قلت في الأول, هيبقى في extensive criminal background checks على ناس من الميدل إيست سواء ستات أو رجالة. يعني إحنا ويشوف in Paris واحدة ست من كان ال 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 one of the terrorists was a female اللي هي فجرت نفسها. فا it's not a male or a female. It's everybody. فهيبقى في extensive a criminal background check للتأكد ان الشخص ده هو الشخص ده وان الشخص ده ملوش اي خطوط باي علاقات. وكمان دلوقتي هيبدأوا يبصوا على الناس داخلة وراحة فين. فما زي حتى that's what we're hearing in Europe ان هما دلوقتي they wanna investigate حتى citizens that were born there طلعوا فين راحوا اي بلد وراجعين تاني فهما بلدهم. That will be a full investigation. I don't know what's the policy but maybe it will be implemented also داخل الولايات المتحدة. ولو سمحت النهاردة احنا مثلا جت تهديد النهاردة نيويورك ستيت وواشنطن ستيت on a video. So there is a lot of alert around the world. وما تنسوش كمان في الطيارة وقعت في مصر ففي كذا. There's a lot of crisis around the world. It will cause an extensive background check. فأي حد دلوقتي to be granted most probably had to go to a lot of clearances from different agencies. I think المين concern طبعا تاع السوريين عايزين نعرف هيخشوا ولا لا. طب لو اترفضوا هيعملوا ايه وهيأثر على اللاجئين الاسايلم. Let's chat about another program for the Syrians. عارفة السوريين كلهم دلوقتي عندهم حاجة اسمهم temporary protected status كلهم TPS which will expire September 2016. It will be interesting what Department of Homeland Security will do by September 2016 for the Syrian. That's another program that the Syrian now are enjoying. بس بقولك كل الحاجات دي is still in the air
as of today الاخبار اللي سمعتها اول امبارح من الاسايلم اوفيس they have not received any instruction otherwise. البلوكج او الهاوس اوف ريبريزنتيف اتس نوت ا لا او ات هاز نوت جون تو ذا كونجرس او ات هاز نوت بين ساين باي ذا بريزيدنت اند اسومي ات واز ا ريفوجي هاز نوتين تو دو ذا اسايلي. فعايز الناس ما تقلقش او ما يبقاش في بانيك لان نوتين ستيل هاز بين implemented into a law yet. بس طبعا في fear. There's a lot of fear. والترند انه it's not just Syria. There's also a rumor it's also Iraq as part of countries اللي هم العراقيين اللي فيها داعش. طيب احنا جالي سؤال من control room. واحد بيقول ان هو جاله الجرين كارد سنة 2013 ونزل مصر مرتين. فبيسأل ياخد الجنسية امتى؟ نزل مصر قد ايه مرتين؟ ما تقلش. لو نزل مصر شهر شهرين ورجع ياخد من 2013 احسبي 4 سنين و9 شهور. 4 سنين و9 شهور. طيب لو نزل زيادة عن كده يبقى ايه؟ لو نزل اكتر من 6 شهور it's a problem. لو نزل اكتر من سنة then he cannot apply. كانت ابلاي خالص ولا he has to stay هنا بعد اخر مره قعد فيها اكتر من سنه لازم يقعد هنا 5 سنين and 1 day عشان يقعد. هي القانون بيقول 4 days and 1 day and 1 day. بس I had a case where she was out وطلبت انها تعمل طبقا للقانون 4 days and 4 years and 1 day وجال officer رفضها لي. عارفه ليه؟ عشان ما اثبتتش في ال5 سنين including that 1 year lapse ان she maintain a home بميه ونور وكهرباء. فهمتي؟ I see. So always we look at the 5 years. فين البيت؟ فين الميه؟ فين النور؟ فين الكهرباء؟ فين التاكسس؟ فين؟ فهمتي؟ ايوه. معانا الاستاذ هاني. مساء الخير يا فندم. مساء الخير. اهلا بحضرتك. لو سمحت كنت بستفسر. كنت قدمت اسايلم واترفضت وبعدين رحت محكمه وانا عندي اولاد عندهم يعني برضو كانوا جالهم جرين كارد وبعدين المحامي بتاعي نصحني ان انا اقدم زي ايقاف مؤقت للقضيه بحيث ان هو اخد الجنسيه من خلال اولادي. هل الكلام ده مظبوط ولا لا؟ ولادك عند بقى لهم قد ايه جرين كارد؟ يعني لسه واخدينه السنه دي. وطلب تاخد حاجه اسمها بي جي؟ نعم يا فندم. طلب منك انك تاخد حاجه بي جي لحد ما عيالك يبقوا سيتيزنشيب؟ تقريبا اللي هو ادمنستريتيف كلوجر. ايوه يو نو وات يس اتس ا جود ايديا. لو انت يور نوت ا جود ويتنس والقضيه بتاعتك فيها زي ثغرات او اتس نوت جود اتس بيتر تو بي اون ذا سيف سايد تاخد ادمن كلوجر اول ما عيالك يبقوا سيتيزن يعملوا لك الورق. طيب انا متشكر جدا لو ميرسي وجود لك ليك ان شاء الله. شكرا يا فندم. الاستاذ رمسيس. مساء الخير يا فندم. الو مساء الخير. مساء النور يا فندم. ممكن اكلم مدام جيهان؟ اتفضل يا فندم. هي سامعك اتفضل. اوكي انا عندي سؤال. معايا اختي هي معاها سيتيزن امريكان ونزلت مصر وبقى لها 2 سنين في مصر. هو دوت غلط ولا صح؟ هي معاها امريكان سيتيزن؟ لا مش مشكله. مش مشكلة. حتى لو بقى لها سنتين she's an American citizen. American citizen مش مشكلة معي يحصلهاش أي حاجة. It's not like a green card holder. لا. اوكي أنا عندي سؤال تاني معلش. اتفضل. لا اوكي هي جوزها عاملة له ورق وهي عشان كده قاعدة في مصر بقى لها 2 سنين والورق لغاية دلوقتي ما خلصش. والله ما أعرفش الورق ليه ما خلصش. لو في محامي متابعه يقول لك واقف فين. واقف في الناشونال فيزا سنتر واقف في السفاره. اي دونت نو. يا هو بعت لهم واقف على الايميل بتقول لهم ان كل حاجه في البروسيسنج وانتوا المفروض ان انتوا تجالكم الميعاد بس الكلام ده كله بقى له 3 اشهر او 4 اشهر. السفاره اليومين دول مأخره خالص في المواعيد يا جماعه فانا بليز بي بيشنت مع السفاره. عندي اكتر من حاله في المكتب السفاره مأخره. مأخرة أكتر من الأول ولا نفس لا يعني مأخرة يعني أكتر من أول ساعة تروح يعملوا الانترفيو يقول لك أوكي هنرجع لك تاني وثلاث شهور أربع شهور ما اسمعوش. شكرا جزيلا ونشكر ربنا وربنا يحب ربنا يديم محبتك. الله يخليك ودايما في نجاح دائم. الله يخليك ميرسي خالص.
أم محمد معانا، مساء الخير يا فندم. مساء النور، لو سمحت بس عندي سؤال لو سمحتي. تفضلي يا فندم. أنا عندي السيتيزن شيب، يعني السيتيزن الأمريكي، بدي أطلب مثلا بابا وماما. بس عندي مشكلة لو سمحتي، بابا كان هنا من حوالي كده 11 سنة أو 12 سنة، كان زيارة وكان هنا بأمريكا يعني على زيارة، وبعدين بعد الزيارة رحلوه، كان هنا يعني رحلوه، مش مشكلة لو قدم له يعني على فيزا ولا مشكلة هنا؟ ما فيش يعني مشكلة. انت قلت لي عدى 10 سنين أو 11 سنة، ولو تقريبا هو خرج من أمريكا ب 2003، ما ده سوكي ما عدى 10 سنين، وحتى لو في مشكلة وعدى ال 10 سنين ممكن تقدمي على حاجة ري ابلاي فور ادميشن، بيسموها باردون، بتتقدم الباكج كل ده للسفارة and it should be okay. اوكي بس يعني هلا يعني لما اقدم له يعني طلب سوكي مش مشكلة يفتح الملف الاول ولا لا؟ انت هتقدمي الورق، هتقدمي الورق عادي، وهتقدمي الـ I-130، والـ I-130 هتعمل أفرو وتحاول على الناشنال فيزا سنتر، ومن الناشنال فيزا سنتر هتجيله فاينل الأبوئمنت بتاعت الجرين كارد انترفيو في السفارة، وهيكتشف حكاية الـ Prior Removal Order. في أوفيسر يقول لك أوكي عدى الـ 10 سنين مش محتاجة الـ Reapply for Admission، وفي أوفيسر يقول له لأ قدم الباردون. فبعد ما يروح معاد السفارة لازم تحتاجي فيها محامي، اللي هي Application for Readmission دي، You cannot do it by yourself. طيب شكرا. شكرا يا محمد. جين شكرا. شكرا يا سي خالص. ايه الخطوات هل في خطوات بياخدها اداره الهجره عشان يمشي الحالات المتعطله في الاسايلم؟ لا بصي، احنا دلوقتي في كرايسيس بالنسبه للابوينتمنتس، فاهمه ازاي؟ ومفيش حد جاله appointments، يعني لا جنسية اندونيسية لا تشاينيز لا انجن لا مصري لا سوري، لان I represent everybody، كله واقف، فاهمة ازاي؟ كله مش واقف، مش مصر بس او الميدل، لا 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 everybody is at a stand off. لدرجة انه كان عندي حالة من اسبوعين ثلاثة، كان الست almost هتموت، يعني we had to present evidence، يعني it's just like that. ف it was granted انها ياخدوا الانترفيو، كان ناس كبار في السن. رحنا، لو اقول لك الاوفيس مهوي، nobody literally. فحتى بسال الجارد واتس هابن، قالوا نو جيتنج nobody. فاللي حاصل ايه؟ الاسايلم اوفيسر كل ما يجيبوا ناس يمرنوهم يظهر الشغل كتير والمهية is not good enough. جسوات كله بيمشي، كله بيمشي، الاسايلم اوفيسرز بيمشوا، لدرجه ان يو اس سي اس على الفيسبوك بيج بتاعتهم عالنين انه بليز وي نيد اسايلم اوفيسرز. واو. ف they don't have the manpower plus الفوليوم بتاعت الناس اللي جايه من العيال للناس الجيتين للنو كيسز، سي they don't get it. So وبعدين يعني انا ام جاست كيوريوس، When are they gonna move things up? I really don't know. يعني أنا راح الاجتماع تبع النقابة on December 9 and I'm not optimistic. هالراجل هيعمل إيه؟ There's nothing. حتى if you threaten to sue them, I don't know if they're gonna act. In the old days they used to act. بس I don't wanna take that policy. ليه؟ لأن ممكن أذي client بتاعي أكتر ما ساعده. أيوه. طبعا عشان مبقاش backlash على client بتاعي. ليه؟ لأنه تحولي على المحكمة it's a big deal، هتقعدي 4 سنين. ساعتها بقى تقولي للقاضي كده يقول لك please go back to your home country. We don't need more people. Yeah. فهمتي؟ ف this is a crisis. حتى لو رحت في النقابة وقال لنا okay we're promising هنعين وهنجيب وهن، ده اللي قاله لنا في فبراير، وده اللي قاله لنا في جولاي if I'm not mistaken. وده اللي هيقوله لنا في ديسمبر. What's new? Nothing is new. انا نفسي مش فاهمه، طب ليه enough manpower؟ ليه بيدخلوا ناس اذا كانوا مش كل الحالات واقفه؟ انا مش عارف. ما هو احنا ما بندخلش الناس، خلي بالك الناس اللي بتخش وبتطلب اللجوء. ايوه. طب ما يعني ما خلاص يوقفوا بقى الناس او ياخروهم شويه. طب ازاي يدخلوا؟ استني ما انا عايزه ارد على الحته دي، اتس فيري امبورتنت. هم ما يقدروش يوقفوا الناس، ليه؟ الناس بتاخد الفيزا وبتاخد الفيزا وبعدين تيجي تطلب اللجوء. They cannot reject the application. لا دلوقتي صعب برضه الواحد ياخد فيزا. I know بس هنا. Whoever gets the visa comes in and seek asylum. You cannot stop that. وما تقدريش يجي واحد يجي على حدود الولايات المتحدة يقول لي please اديني الحماية، لازم يتحقق معاه.
So how could they not give them? So they can do anything. Mm-hmm. You understand? Mm-hmm. فالناس بتيجي وبتقدم فعندهم number of application. According to the last statistics من شهر ونص مكتب الأسالم office في كاليفورنيا أنهم has 24,000 قضية unadjudicated. Wow. من غير interview 24,000 قضية. It's a lot. لا وبعدين اللي بيجي لهم اللوتري طب دول ايه بيجي لهم اللوتري. طب انا اقول لك حاجه وهنا. انا عندي كذا قضيه اندبندنسي في الاسايلم اتجوز او اتجوزت عملت الادجستمنت واخد الجرين كارد وسحبت الاسايلم فهمتي يعني بقى سنتين وواحد قبل حد او حد عمل جاز بعمل ادجستمنت وجات الادجستمنت انترفيو والاسايلم ستيل بندنج من 2013 انا عندي كيس من 2013 وستاند باي ليست مش متحركة يعني آخر مرة ما جيت هنا يمكن أقول حرك واحد واثنين لسه عاملة التماس لواحدة بنتها عندها 5-6 سنين وعملت عمليتين قلب 5 سنين بنوتة صغننة فدي ادوني اكسكيوز بس ده مش بيت عندي واحدة بكانسر قدمتها they gave me a hard time and didn't approach واو حتى بالكانسر صدقيني I gave somebody with a suspicious of lumps and stuff in the cervical and I had a problem and it was denied وقالت لي طب اعمل ايه قلت لها طب بليز لا منه اديت حالة تانية واحد مراته وبنته overseas لسه في مصر وجبنا ورق ان الست تهددت وحصل لها ايه وبنته اعصابها تعبانة وميديكال ريكورد وقدمناها وقال لك that was not good enough so يعني بيصعبوا يعني بيصعبوا so much I can do يعني فاهمة ازاي so unless you threaten to sue ريتمنديمس ايوه دو افادر انا دو ريكومند ذا كلاينتس تو دو ذا معانا الاستاذ يوسف مساء الخير يا فندم استاذ يوسف الو مساء الخير يا فندم اهلا مساء الخير يا فندم انا ليا 9 سنين هنا في امريكا ومنعني وهي جت تتكلم اي سؤال حضرتك ايه يا فندم مساء الخير يا فندم مساء النور يا فندم سؤال حضرتك ايه انا ديني 9 سنين هنا في امريكا ايوه والانجليزي انا مش قادر يعني الانجليزي اسمعه وبعدها انسى لان انا عندي السكر من 27 سنة لا سلامتك فبنسى على طول يعني اسمع الحاجة ومش قادر احفظها فبالنسبة لعيالي كلهم خدوا الجنسية ومراتي ما فيش غير انا فانا طبعا مش قادر احفظ الانجليزي خالص وسني 53 سنه ايوه سؤال حضرتك ايه ان انا ممكن عيالي يجيبوا لي الجنسيه ولا لا يا فندم هو الحل الوحيد ان حضرتك تروح لدكتور نيورولوجيست بتاع عصب بتاع اعصاب ويشوف اذا كان حكايه في دايمنشيا على اساس السن او في الزايمرز وناخد الميديكال ريبورت والسيلد ريبورت والام ار اي وتقدمها وانت بتقدم على ورق الجنسيه دكتور نعم اتفضل يا استاذ يوسف كمل سؤالك لو سمحت استاذ يوسف انا مش عارف الخط اتقطع طب انا بس هرد عليه لو سمعني على الهوا لما بيبقى واحد مش عارف اللغه وما عندوش استيعاب وما عندوش النمبر اوف ييرز ان هو جرين كارد هو قال لي 9 سنين لازم تبقي 15 او 20 سنه جرين كارد هولدر وسن 55 او 60 عشان يكون عندك اعفاء للغه الحاجه الثانيه اللي بتسمح الاعفاء للغه حاله مرضيه لا تساعد استيعاب اللغه السكر مش واحده منهم لكن دايمنشا او الزايمرز از فيري جود بس وي هاف تو دوكيومنت عن طريق ان ام ار اي وعن طريق يعني سبيشالست ويتش از ا نيورولوجيست وانا عندي كذا حاله اخذت الزايمر ودايمنشا واخذت الويفر طب ال 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 الامتحان السيتيزنشيب انا كنت بسمع زمان ممكن واحد ياخد معاه مترجم او ممكن يديهوله بالعربي الكلام ده صح ولا ده كان أيوة زمان ايوه بس لازم يكون يعدي حاجات معينه ال 55 او ال 60 او فاهم عشان تاخدي الويفر اه تبقي لازم تبقي فاهمه ازاي 15 سنه
permanent resident او 20 سنة permanent resident، واللي لازم يبقى السن يبقى فوق 55 او 60 يعني عشان تاخدي الويفر. يعني بس هو ما بناء على قاله لي وقال لي انا بقى لي 9 سنين وعندي 58 فما كملش ال 15 سنة المطلوبة as a permanent resident عشان ياخد الويفر على اللغة. انت بتقولي ويفر يعني ما ياخدش ويفر ويفر عن اللغة. طب يعني بمعنى ايه؟ انه بيستسمحوا له ان هو ما ياخدش امتحان الانجليزي، لكن يعني بياخده بالعربي ولا ما ياخدوش خالص؟ لا، في بقى ما انت عندك امتحان اللغه الانجليزي وعندك امتحان السيفيك. دي مختلفه. السيفيك اللي هي ال 100 سؤال ولازم تردي على 10 اسئله سيبريت اند ابارت من اللغه الانجليزيه اللي هو بيقول لك اقري دي واكتبي دي وفاهمه فاهمه. فدي حاجه ثانيه. طيب قولي لي امتى قضيه الاسايلم بتتحول للمحكمه؟ ايه الحالات اللي فيها تحول؟ هي قضيه بتتحول دلوقتي للمحكمه لو لقوا تناقض في الاقوال، تناقض في الاقوال ما بين الابلكيشن او القصه. لو حس ان الحاله في البلد بتاعتك دلوقتي اتحسنت وانك انت ما تعرضتيش لاذى كفايه ان ممكن دلوقتي ترجع وتكوني امنه. Which is some cases we had referred to the court. أو تتحولي للمحكمة لو subject to a bar. الشخص اللي كلمنا هو subject to a bar، meaning إنه مش من حقه الحماية بسبب إنه هو ساعد أو اشتغل في شغلانة ساعدت، أو let's say كان عندك إقامة في دولة أخرى، أو أما قدم الأسايلم من أكتر من سنة من دخولك البلد وما عندكيش أي استثناء طبقا للقانون. ما في حاجات كتيرة بتحولك للمحكمة. Let's say أنا عندي واحدة تحولت للمحكمة وما كنتش أعرف، كانت إندونيسية وإدتني العنوان بتاعها، وطبعا أنا مش كل واحدة هرجع معها العنوان، أتاري العنوان ده بتاع البي أو بوكس، بي أو بوكس في جارفيلد، بي أو بوكس أوفيس، تخيل. بيو بوكس 33 مجاني عنوان 33 جارفيلد افينيو مش عارفه ايه الهامره كذا. طب انا مش عارفه ان انا راجع كمان العناوين. الاوفيس اللي رجعوها اتاري عارفه ان هي عايشه في ولايه تانية وعايزه تستعملها فايلنج من هنا. عشان ولايه كاليفورنيا الناين سيركت فولوز ذا ناين سيركت، ناين سيركت از فيري جود فور ذا اندونيشن كيسز. فهي تراك ذا ادرس اتاريها ايه بوكس، فقال لها عايشه فين؟ قالت له كده، قال لها متاكده انا عايشه في العنوان ده؟ قال لها، فطلع جوجل وقال لها ده بوكس اوفيس، وطلع وعمل لنا برنت اتاري بي او بوكس اوفيس. واو شوفي واو. ففي فدي تحولت على المحكمه عشان ما كدب على العنوان. طيب ناخد الاستاذ سعيد. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. لو سمحت، انا بنت عندي في دبي بقى لها 7 سنين وبتتجدد لها الإقامة كل سنة، هل ممكن تقدم لجوء هنا ولا وفي احتمالات النجاح ايه يعني؟ بس لما بيبقى اوكي لما بيكون معاك إقامة في دولة تانية بتبقى في مشكلة. ليه؟ لأن أنت بتطلب الحماية من مصر هيقولك أوكي طب ما أنت عايش في دبي وآمن، لازم يكون في إقامة منتهية في الدولة التالتة عشان يكون عندها حق اللجوء في الولايات المتحدة. بلس حاجة تانية، لو هي عايشة بقالها مدة وإقامة بتتجدد يبقى ما نزلتش مصر، فإيه نوع الأذى اللي هي تعرضت له؟ فدي حاجة أنا هقول لك عليها question mark. إلا لو كانت نزلت أجازة وحصل لها مشكلة وبعدين هتقول حصلت الحكاية دي والإقامة بتاعتي انتهت وما قدرش أرجع تاني مصر، فبالتالي جاي الولايات المتحدة أطلب الحماية. طيب شكرا يا ستي. ميرسي. سوريا معانا، مساء الخير. الو سوريا. ايوه مساء الخير سوريا، حضرتك على الهواء اتفضلي. الو حضرتك على الهواء يا سوريا. استاذ جيهان معايا؟ معاكي فن. اهلا بيكي مدام سوريا. اهلا بيكي مدام سوريا. كنت عايزه اعرف بس، ابني مقدم لي على جرين لي 7 شهور وهم بعتوا لي، انا طبعا ما بعرفش لغه. انت ما بتعرفيش ايه؟ ايوه مساء النور. لا بس الجرين كارد مش لازم تورينا معاكي اللغه لو ابنك مقدم. ازيك يا استاذه جيهان؟ ازيك اهلا يا سوريا حبيبتي. ايوه استاذه جيهان بتجاوب لك على السؤال، دقيقه واحده اتفضلي. بقول لحضرتك ابني مقدم لي على جرين دي 7 شهور
ما انا سمعت السؤال يا مدام سو. طبعا لسه ما جانيش حاجه غير هم، طبعا انا ما بعرفش انجليزي، هم بس قالوا لي انت خليكي معانا يا سرايا. اتفضلي اتفضلي يا جيهان. طب بصي يا حبيبتي، بس عشان ارد عليك دلوقتي، عشان ابنك مقدم لك على جرين كارد انت مش لازم تكوني بتعرفي اللغه، اللي بيتطلب منه معرفه اللغه الانجليزيه لازم يكون الناس المقدمه على الجنسيه، انت يا دوبك مقدمه على الاقامه الدائمه عن طريق ابنك. انا عارفه انا بقالها 7 شهور، وسبع شهور كتير لان البروسيسنج تايم تقريبا 6 شهور، فافضل ان ابن حضرتك يعمل حاجه اسمها انفو باس ويروح اليو اس سي اي اس اوفيس وشوف ايه اللي بيحصل. قالوا ممكن ما نبعتلكيش. نعم مدام سرايا. ايوه حضرتك بتقول سؤالك ايه؟ هي حضرتك بترد علي سؤال حضرتك ايه الاخير مدام سرايا؟ ايوه سؤال حضرتك الاخير ايه؟ anyway مدام سرايا مفيش اي مشكله، انت مش محتاجه اللغه. ايوه معاكي حضرتك. طيب شكرا. ناخد جاكلين. مساء الخير يا جاكلين. يا مساء النور. مساء الخير. انا بس كنت محتاجه، انا جايه هنا اسايلم وكنت منتظره الجرين، انا اوريدي عملت الفينجر برينت ومنتظره الجرين تقريبا اي اولموست 2 مانث يعني. ودلوقتي ان انا هانزل في شهر مارس يعني لو حصل يعني ما جالي جرين كارد. دلوقتي في مشكله ان انا لو نزلت مصر هيبقى في مشكله ان انا في اثناء ان انا ارجع؟ يعني انا لسه حكيها قصه دلوقتي، مكالمه جات لي من شهرين ثلاثه. فدايما لازم يكون معاكي اوراق تثبت ايه السبب الجذري نزلك مصر دي، عشان تبقى جاست اون ذا سيف سايد، عشان بقي تبقى للقانون. فهل في حد عيان؟ هل في حد تعبان؟ هل حد في حد بيموت؟ بس تنزلي مصر عشان عايز تنزلي مصر عشان وحشتك، يبقى it was all a lie صح؟ طيب لا يعني لازم ابلغ وانا داخله المطار ايه؟ لا انت يعني مش بتبلغي، انت مش بتبلغي وانت داخله المطار، انت بيتعرف وانت سكان الجرين كارد انك طالبه الاسايلم اند اول ذا ستاف وهي داخله، وهي داخله باك بقى. ذاتس كوركت. طب في حاجه ثانيه، انا معايا واحده زميلتي كانت جايه هنا جايه زياره وكانت مقرره ان هي تعمل اسايلم وبعدين بعد ما قعدت شهر بالظبط نزلت مصر وجت تدخل تاني، فمجرد ما هي دخلت المطار راحوا مرحلينها، قالوا لها انت يا دوبك انت لسه شهر كنت لسه في امريكا، ايه اللي مرجعك صح تاني؟ صح. فلغوا لها الفيزا بتاعتها كلها وكنسلوا لها، هي كانت نزلت ورجعوها مصر تاني، ما حتى ما شافتش حتش تشوف اهلها تاني هنا في امريكا او قرايبها اللي هنا. رجعوها دايركت لمصر تاني. دلوقتي هي عايزه تجرب تحاول تاني. لا 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 ذاتس ات ذس از ا بروبلم. طب ايه المفروض تعمل دلوقتي؟ ذاتس ات شي كانت دو اني ثينج. لغوا لها الفيزا، السفاره عمر ما هتدي لها الفيزا خالص ايفر اجين. اتس غانا بي تاف لان دي هاف ا سسبشن اون هير. دلوقتي الناس على البورت اوف انتري ار فيري كوجنيزنت للمصريين وللسوريين على كميات الناس اللي هي بتطلب الاسايلم. فدخلت شهر وبعدين لقاها داخله تاني، بقى مش سياحه بقى، ما انتي بتدخلي على سياح. طب فين السياحه بقى؟ ده سنات سياح. عشان كده المكالمه اللي جت قالت لي جوزي مشى من شهرين، هل ممكن يرجع تاني؟ قلت لك لا مفيش داعي عشان ما doesn't attract attention، اقول لك مش سياحه بقى. فهمتي؟ طب هل طب يعني امتى مثلا ممكن تقدم؟ لا تاني؟ لا I don't know. It's gonna be a problem بالنسبه لها ان هي السفاره ممكن تجيب her a hard time. معانا الاستاذ جرجس. مساء الخير يا فندم. مساء الخير. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك استاذ زينب. مساء الخير يا استاذ جيهان. اهلا بيك استاذ جرجس. اهلا وسهلا. لو سمحت يا فندم انا كنت بسال، مقدم الاي 130 لمراتي وبرضه مقدم لاولادي اطفال صغيرين، انا معايا الجنسيه. فجالي جواب من الهجره بعد المده المظبوطه بيقول ان انا الترجمه بتاعه شهاده الجواز مش مظبوطه، هل ده بسبب ان انا بعت الشهاده اللي هي الكمبيوتر اللي هي من غير صور؟ هل هذا يكون ان انا بعت الشهاده اللي هي من غير صور؟ لا يمكن الترجمه مش مظبوطه، فتاكد ان الترجمه legalized وفيها attestation زي اللي مطلوبه من اي مترجم معتمد.
اوكي يعني يعني انا ممكن يعني ممكن يعني اترجمها هنا في امريكا واخد ستاند عليها من هنا افضل ولا افضل تترجمها من هنا من مكتب معتمد. اوكي ذاتس فاين. شكرا شكرا يا فندم. ان شاء الله. مارسيل مساء الخير. مارسيل مارسيل اطوي التلفزيون من فضلك. الو مساء الخير يا مارسيل. الو مارسيل وطي التلفزيون لو سمحتي. حاضر ميرسي. ايوه مساء الخير يا مارسيل. سؤال حضرتك ايه؟ ايوه مساء النور. لو سمحت ممكن اكلم مدام جيهان؟ ايوه اتفضلي يا سماكي. ايوه حاضر وقتك خلص. معلش ممكن اسال حضرتك سؤال؟ اسال مدام جيهان. اتفضلي حبيبتي سماكي. سؤال حضرتك انا طفيت انا توقفت خالص. طيب اوكي ممكن اسال مدام جيهان لو سمحتي؟ اتفضلي يا سماكي. انا ليا 7 سنين و ونص وداخلة على 8 سنين بس أنا لسه ليا 2.5 سنين مستقرة هنا في أمريكا. قبل كده كنت بروح واجي. فأنا عايزة ينفع دلوقتي أقدم على الجنسية؟ لا ما ينفعش بعد ما تقعدي 3 سنين. كنت بقعد يعني كنت بقعد هنا شهر وراو أقعد 10 شهور في البلد في مصر. لا يبقى ينفع لا 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 بتقول لي ينفع مش عارف. لا 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 مش هينفع خالص مش هينفع. اقعدي 3 سنين كمان عشان تكملي ال5 سنين فل وعايزاكي تتعلمي اللغة الانجليزية عشان تقدري تعدي الامتحان كمان. هي مش بس البريزنس لازم كمان اللغة. طيب شكرا يا مارسيل. ومعانا الاستاذ يعقوب. مساء الخير يا فندم. مساء النور. ربنا يعوض خدمتكم يا جماعة. شكرا. انا ليا ابن في مصر متجوز قدمت له سنجل جاله سنجل 2007 وبعدين اتعدلت الحالة لما خدت الجنسية كان هو اتجوز معاه ولد وبنت وبعدين في سنتر بعثري دلوقتي عايز شهادات الميلاد مترجمة والفيش والتشبيه والجواز وكل وانا ضمان والتكست وكل ورق ده بعته المعنى كده في امل باذن الله ولا النظام ايه؟ هما دلوقتي بيعملوا في سنة 2004 فانت ما عارفش قدمت امتى. انا عدلت الحالة 2009 امال هي في لا هو متجوز انت قلت لي هو متجوز دلوقتي صح؟ متجوز ومعاه ولد وبيت وطلبوا مني الاوراق في سنتر طلبت مني الاوراق كلها وبعتها مترجمة. اوكي لو وانت بلغتهم ان هو اتجوز وعنده اطفال. لا هم دلوقتي بيعملوا في سنة 2004. ايوه فلسه قدامك كتير. الفيزا سنتر بعتلي وطلبوا مني ضمان وطلبوا مني تشبيه just to process the paperwork. بس لو ابنك اتجوز it's very important ان هي تبقى 2004 الا لو ما تبلغش ان هو بقى متجوز وحاسبينه انه لسه على السنجل وانت سيتيزن فعاملين على انهم بيعملوا في ابريل 2008. طب شكرا يا فندم. وجينا احنا جينا نهاية الحلقة. يعني عايزة اقول للناس النهاردة برضو يعني ان ما فيش خوف من حكاية اللاجئين السوريين. مش هتأثر على حاجة في بالنسبة للورق بتاعهم. لا فهو متأخر متأخر يعني هو ده مش السبب. لا طبعا الاحداث المؤسفة اللي حصلت دلوقتي. That's correct. جيهان اشكرك جدا جدا ان انت جيتي النهارده خالص على استضافتي. Thank you very much. شكرك. ميرسي خالص واقول لك God bless you. Thank you so much. وميرسي ودايما بتجيب لنا المعلومات قيمه معاكي. الله يخليكي. ميرسي حبيبتي. Thank you very much. ان شاء الله نشوفك في برامج ثاني. ميرسي خالص. اعزائي المشاهدين جينا لنهايه الحلقه. اقول لكم تصبحوا على خير. نشوفكم يوم الخميس الجاي وحلقه جديده من برنامج مش لوحدك. اذكرونا دايما صلواتكم والى اللقاء.